مرتضى منصور رجل كل العصور، عفوا ربما كان الأفضل أن أقول مرتضى منصور شتام كل العصور، والمحرض على القتل، الداعي إلى السجن، الذي يبتز مخالفيه في الرأي بفضائح كان يطلق عليها في زمن سابق، مرتضى سيدهات. رئيس نادي الزمالك الذي أفسد الرياضة المصرية وجعل منها أضحوكة وقت الضيق، يرفع حذاءه في وجه الجماهير ويسب المدربين، يحرض ضد اللاعبين ويقلل من قيمة الجميع. مرتضى الخائط في الأعراض، صاحب التلميحات الجنسية والقضايا اللا أخلاقية، المقرب من كل الأنظمة الدكتاتورية، سليط اللسان، بوق الأنظمة، ورجل من رجال العسكر، يقاضونه فلا يتوقف، يحكمون عليه فيسخر منهم، يخبرونه بحكم واجب النفاذ فيرد عليهم بمقطع فيديو وهو يلعب تنس الطاولة. أي مرتضى هذا؟ وأي قانون هذا؟ وأي نظام هذا الذي لا يستطيع إيقاف مجرم كهذا؟ الرجل الذي حرض على المتظاهرين في ثورة يناير يوم موقعة الجمل، ثم حرض ضد أولتراس أهلاوي، ثم كان سببا رئيسيا في مذبحة الدفاع الجوي لأولتراس زملكاوي، الرجل الذي تورط في تعليقات عنصرية ضد لاعب مصري من النوبة اسمه أحمد المرغني ووصفه بالبواب، الرجل الذي سب عددا لا حصر له من السياسيين والرياضيين ونواب البرلمان، لا تتم محاسبته ولا يدخل السجن ولا يتم اعتقاله فقط لأنه مرتضى منصور. سرطان استشرى في جسد الرياضة المصرية ووباء انتشر في الحياة العامة في مصر، وبات على الجميع أن يرفض استمراره في المشهد العام المصري. السلام عليكم وأهلا بكم، آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين. الدكتور يحيى حسين عبد الهادي مهندس مصري مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، اعتقلته السلطات المصرية في يناير 2019 وأفرج عنه قبل أيام قليلة. قال إيه بقى الدكتور يحيى؟ قال إنه التقى داخل سجون السيسي بمسيحيين. طب إيه المشكلة يا عم ما يقابل مسيحيين؟ إيه القصة؟ المصيبة أن المسيحيين دول متهمين وفقا للداخلية المصرية والنيابة العامة بأن هم بينتموا لداعش، صدق أو لا تصدق، مسيحي متهم بالانضمام إلى داعش. طب إيه العلاقة؟ أنت ليه بدأ لنا بالقصة دي؟ لأن الحقيقة ده غيض من فيض من اللي موجود جوه السجون المصرية. في نفس الوقت اللي صحيفة نيويورك تايمز ومديرة مكتبها في القاهرة بتنشر تقرير أول أمس عن أوضاع السجون في مصر بتصف الزنازين بأنها زنازين قذرة مكتظة بالمعارضين، بتتحدث عن أوضاع فيها انتهاك كبير لحقوق الإنسان عن 60,000 سجين سياسي، بتخرج علينا وزارة الداخلية المصرية مدرسة الأخلاق الحميدة. وخلينا نتكلم هنا عن مدرسة الأخلاق الحميدة في مصر. وزارة الداخلية الحقيقة عشق يعني قديم جديد بيني وبين وزارة الداخلية الحقيقة، كلها يعني مجموعة من الشرفاء ذوي الأخلاق الحميدة اللي دايما بياناتهم يعني مليانة صدق، ما تلاقيش كذبة واحدة في بيان من بيانات وزارة الداخلية المصرية. وزارة الداخلية بتطلع علينا النهاردة الصبح وتقول إيه؟ خلينا نشوف كده صورة البيان. قنوات الإخوان الإرهابية تروج معلومات مغلوطة عن أوضاع السجون. إيه ده؟ دول بيتكلموا عن مين؟ بيقول لك ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وأبواق إعلامية خارجية موالية لتوجهاتها حول الأوضاع بالسجون. أنا هنا عايز أقف شوية ونخلي الصورة موجودة. يعني هو بيقول لك هنا إيه؟ إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وأبواق إعلامية خارجية موالية لتوجهاتها. طيب نرجع بقى، أنا حابب أقول لوزارة الداخلية في مصر حاجة لطيفة قوي. بصوا يا جماعة، النبرة بتاعت قنوات الإخوان المسلمين بطلت. ليه بطلت؟ لأنه ما بقاش في قنوات للإخوان المسلمين غير قناة واحدة، وما هيش قناة الإخوان المسلمين كلهم، يعني هي قناة قطاع من الإخوان المسلمين اسمها قناة وطن. فمكملين لا ليها علاقة بالإخوان، ولا الشرق ليها علاقة بالإخوان، ولا القنوات العربية الأخرى، لو هتسمي الجزيرة، لو هتسمي الحوار مثلا، ما لهمش علاقة بالإخوان. فنبرة قنوات الإخوان الإرهابية، أنت قصدك مين؟ عايز تتكلم على وطن، قول قناة جزء من جماعة الإخوان الكذا كذا كذا، تمام. إنما تقول لي قنوات الإخوان، ما بقاش في قنوات إخوان يا حبيبي، خلاص ما عادش فيه. مش عايز أقولك ما عادش فيه إخوان، بس ما عادش فيه قنوات للإخوان. فنبرة قنوات الإخوان خلصت وبطلت وخلاص، ما بقتش تاكل مع الناس. النقطة الثانية بقى، الإعلاميين أو المنصات الإعلامية الموالية لتوجهاتها. طب أنت قصدك مين؟
قصدك مثلا 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 يعني مثلا نيويورك تايمز؟ ما هو يا جماعة الخير مش أنا اللي بطلع أقول يا معالي وزير الداخلية يا سيادة الناظر بتاع مدرسة الأخلاق الحميدة، مش أنا اللي بقول هنا إن أنتوا بتعذبوا الناس في السجون. أمال مين؟ نيويورك تايمز يا بيه. طب ما نيويورك تايمز دي إخوان. يا أستاذ أنت يعني روح اكشف على قواك العقلية. نيويورك تايمز جريدة من أعرق الصحف في الولايات المتحدة الأمريكية، هي اللي بتقول. آه والله هي اللي بتقول. طب قالت إيه؟ ما تيجوا نشوف كده نيويورك تايمز قالت إيه في تقريرها عن السجون المصري. زنازين قذرة وموت بطيء في مصر. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بتتحدث عن تقرير بيقول التعذيب في مصر أصبح أمر شائع. النظام القضائي يكبح جماح المعارضة، بتتكلم أيضا على القضاء. بتقول كمان إن في سجن لأجل غير مسمى لبعض أو كثير من المعارضين. بتتكلم نيويورك تايمز على أوضاع السجون. يا سيادة الوزير مش إحنا، مش القنوات الإرهابية اللي انت بتسميها قنوات إرهابية، مش قناة جزء من الإخوان زي ما قلت لك، لا، نيويورك تايمز اللي بتقول لك يا بيه، بتقول لك المحتجزون في زنازين قذرة ومكتظة بالناس. اسمعوا كلام الناس اللي بره. طيب بيقول ايه كمان نيويورك تايمز؟ المعارضون يتعرضون لتعذيب روتيني مستمر، كنا بنتكلم عنه امبارح، وقلت للحكومة خفوا تعذيب الكهرباء. نيويورك تايمز تقول لك هي بتستخدم الكهرباء بحقهم كأداة للتعذيب. طب الأكثر من كده كمان بتقول إيه نيويورك تايمز عن السجون المصرية؟ يحرمون من الأدوية المنقذة للحياة. الأكثر من ذلك بيكمل تقرير نيويورك تايمز وبيتكلم على إن السجون ممتلئة بالمعارضين. وأيضا بتقول حظر الزيارات بات أمرا شائعا. أنا إن شاء الله بإذن الله يعني أنا وفريق الإعداد هنشتغل على موضوع زيارات السجون قريب، هنعمل لحضراتكم كده رحلة زيارة معتقل وتشوفوا بتبدأ منين وبتنتهي إزاي والمعاناة اللي أهالي المعتقلين بيعيشوها، واللي نيويورك تايمز اتكلمت عنها في حظر الزيارات الذي بات أمرا شائعا. طب الأكثر من ذلك، تعرض أهالي المعتقلين للضرب والإهانة، ضباط معدومي الضمير لا عندهم أخلاق ولا نخوة ولا رجولة، بيتم التعدي على أهالي المعتقلين. طب شوف اللي جاية دي، بعض زوجات المعتقلين تم تهديدهن بالاغتصاب. ده إيه ده بقى؟ إيه ده؟ يعني حد من الناس اللي في فلسطين يقول لي الاحتلال الإسرائيلي بيعمل كده؟ حد يقول لنا يا جماعة، حد يحكي لنا، هل أخلاق الاحتلال إن هو بيتم تهديد الزوجات بالاغتصاب؟ لو آه فاللي موجود في مصر ده لا يختلف عن الاحتلال الإسرائيلي، لو لا يبقى اللي موجود في مصر أفجر من الاحتلال الإسرائيلي، والاتنين الحقيقة مصيبة سوداء يعني. طيب النقطة اللي بعد كده أن يتم منع الطعام عن المعتقلين أيضا كجزء من العقوبة. وبيختم نيويورك تايمز أو بتختم نيويورك تايمز تقريرها بأنه بيوجد في المعتقلات المصرية أكثر من 60,000 سجين سياسي. الدكتور محمد الصغير نشر تغريدة تعليقا على كلام الدكتور يحيى حسين وقال من عجائب أم الدنيا. صرح المهندس يحيى حسين عبد الهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر والذي خرج من السجن مؤخرا بأنه كان معه في السجن مسيحيون متهمون بالانضمام لتنظيم داعش. مع وزارة الداخلية مش هتقدر تغمض عينيك، كان شعار روتانا سينما زمان، دلوقتي وزارة الداخلية بتكذب كما تتنفس، بتنشر روايات خيالية والمفروض ان احنا نصدق. وبعدين اسهل حاجة قنوات الإخوان الإرهابية. قلت لك يا سيدي لو بتتكلم عننا في مكملين فلحنا قناة إخوان ولحنا قناة إرهابية، نحن قناة مصرية تبث من خارج الديار المصرية لظروف تعلموها جميعا، أكثر لا أكثر ولا أقل، لا ننتمي لا للإخوان وليس لنا علاقة بالإرهاب، ولم نحرض ولم نتحدث عن تحريض. فحضرتك حاول تتكلم مع نيويورك تايمز، يعني مديرة مكتبها عندكم هناك، اتكلموا معاها، ابعتوا لمكتب ابعتوا للهيد كوارتر المكتب الرئيسي بتاع الصحيفة في أمريكا، قالوا لهم ما صحش كده يا جماعة، انتوا موالين للإخوان المسلمين وانتوا بتنشروا أكاذيب وبتقولوا ان السجون عندنا وحشة جدا مع ان السجون عندنا 5 نجوم. من يومين الحقيقة في حلقة آخر كلام كنا بنتكلم في ساعة الاتصالات عن المشاكل اللي موجودة في الطرق المصرية، ودخل معانا سائق لسيارة نقل وقال إن احنا بنعاني كسائقي النقل الثقيل في مصر وبنعلن نيتنا لإضراب شامل عن العمل نتيجة تعنت السلطات، وطلبوا الحقيقة بعدد من المطالب، وهو كان اسمه تقريبا أبو عبده،
او ابو عبد الله اتكلم معايا في تفاصيل الاضراب وايه المطالب اللي عندهم، ايه المشاكل اللي بيعانوا منها، ايه الحاجات اللي محتاجينها. خلينا كده نفتكر مع بعض مداخله هذا المتصل ابو عبده وابو عبد الله ونرجع نكمل. يبقى ده كان ابو عبد الله بيعلن عن اضراب يوم 8/8، حصل جزء من الاضراب او بعض السائقين اضربوا والبعض لا، يعني ما كانش في استجابه كبيره لاسباب كبيره، لكن الراجل قال احنا هنعمل اضراب. فوجئنا امبارح بشبكه رصد بتنشر فيديو للقاء مع احد سائقي النقل الثقيل ايضا بيتحدث عن الاضراب وعن مطالب مشابهه للي قالها انا ابو عبد الله في اخر كلام. نتابع ايه تفاصيل الاضراب، ايه القصه، ايه الحكايه، ليه سائق النقل ابو عبد الله اتكلم معانا في اخر كلام والراجل الطيب ده اتكلم مع شبكه رصد. خلينا نحاول نعرف اسباب هذا الاضراب او المشاكل اللي بيعانيها سائقي النقل الثقيل مع بعض. النقل بالشاحنات الثقيله بيعتبر من اهم القطاعات الداعمه للاقتصاد، وهنا حضرتك على اي طريق سريع في مصر هتلاقي العربيات التريلا او اللوري دي موجوده دايما. تخيل بقى العربيات دي اضربت في يوم واحد مش شغالين، بلد زي مصر هتصاب بالشلل، يعني خلاص هيحصل شلل في البلد، وبالتالي في خطر حقيقي. النظام لازم يستمع لمطالب هؤلاء الناس. طيب المسؤول الرئيسي عن نقل السلع والبضائع المنتجة محليا أو القادمة من الخارج هي نفس العربيات الكبيرة دي اللي هي عربيات النقل الثقيل. طيب فين المشاكل بقى؟ المشاكل في مبالغ حاجة اسمها الترخيص. مبالغ الترخيص باهظة تختلف من قسم لآخر. نقف هنا شوية. أبو عبد الله معايا الأسبوع اللي فات قال إنها بتتراوح ما بين 13,000 لأكتر. على شبكة رصد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شفت أرقام تانية بتتكلم في 24,000 جنيه، في 18,000 جنيه. طب هي الناس أصلا بيطلع لها فلوس قد إيه عشان تاخد منها كل سنة كل 12 شهر الرقم ده؟ حقيبة الإسعاف الإجبارية كانت ب 34 جنيه. شوف الفرق اللي هيحصل يا راجل. الحقيبة دي ب 34 جنيه أهو مقدور عليها. بص الرقم هيوصل لكام؟ ارتفع سعر الحقيبة ليصل ل 1000 جنيه. طب ليه؟ أنت بترفع بتضيق على الناس حياتها ليه؟ يعني هو سواق النقل بيجيب كام 1000 جنيه عشان شنطة زي دي تخليها ب 1000 جنيه؟ طب ما هو ده افتراء. طب ما هو هيوصل في الآخر الناس إنها تقرر تعمل لك إضراب وأنت مش هتعرف تعمل حاجة. طيب نقطة تانية من النقط اللي قالها معانا أبو عبد الله هي معاملة الشرطة السيئة مع سائقي الشاحنات. الشرطة في مصر بتتعامل مع الناس دول إن هم يا إما ضاربين راس مخدرة، يا إما سكرانين، يا إما مش في وعيهم، يا إما عايشين أصلاً مش في الدنيا، هم سبب الحوادث وهم اللي عاملين المشاكل كلها. وبالتالي معاملة الشرطة من أحد أهم أسباب الإضراب. طب إيه كمان؟ الطرق الحقيقة أصبحت تكلفتها باهظة جداً. يعني إيه؟ يعني كل طريق من دول او من غيرهم من اللي سيسي فرحان بيهم بيجي عليهم سواق النقل ده بيقف عند بوابات، البوابات بيدفع عليها رسوم، الرسوم دي بقت غالية، فبالتالي بقى عنده شنطة بألف جنيه، عنده رسوم ترخيص كل سنة مش عارف بكم ألف، وعنده رسوم يومية على الطرق اللي بيعدي عليها أيضا أصبحت غالية جدا. طيب بيقولك إيه؟ إن السائقون اضطروا لدفع رسوم كثيرة لأكثر من جهة، ما بقاش الموضوع لجهة واحدة بس، لأ ده بقت لأكثر من جهة. النقطة الثانية كمان إن التأمين الإجباري لا يستفيد منه السائق، السائق هو الحلقة الأضعف في القصة، وبالتالي وصلوا لقناعة إن السائقون بقوا خلاص شايفين إن المهنة دي سواء عربية نقل تقيلة في مصر لا تضر أي ربح. ما هو أنت محصره بكم فلوس مش طبيعية، محصره بكم أعباء مش طبيعية، فبقول لك خلاص يا عم العملية مش جايبة همها. طيب نقابة السائقين الحقيقة في مصر ميتة ولا جدوى منها، ده حسب شهادة عدد من السائقين. طيب احنا ليه بنتكلم على القصة دي؟ وخليني اختم هنا مع الناس هنا، انه تخيل معايا ان عدد السائقين في مصر سائقي النقل الثقيل قرروا في لحظة ما عن طريق تواصل، يمكن عن طريقنا في البرنامج، يمكن عن طريق اخر كلام، عن طريق مكملين، يمكن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، المهم ان هم توصلوا لطريقة ما اتفقوا فيها على ساعة ما في يوم ما، ولقيت البلد كلها في مصر مفيش ولا عربية تريلا ولا نقل ثقيل على أي طريق. إيه يا جماعة اللي حصل؟ ده عاملين إضراب. يا نهار أسود، ده معنى كده إن مفيش سلع، مفيش بضائع، مفيش أي حاجة توصل لأي حتة؟ آه. معنى كده إن البلد اتشلت؟ أيوة حضرتك. معنى كده إن مصر وقفت؟ صحيح. طب إيه الحل؟ لا الحل إحنا هنحبس الناس اللي عملت كده. يا بيه مش ده الحل. الحل إنك تشوف الناس دي عايزة إيه؟ وتحلها، تحل مشاكلهم، تلبي مطالبهم. لكن لا، أنا بتحدى النظام إن هو يسمع لسائق النقل الثقيل.
هيروح يدور على الناس متزعمة دعوات الإضراب عشان يقبض عليها، هيروح يخرب بيت الناس اللي عايزة تعمل إضراب. طب يا بيه ما تحل المشكلة، هنحل إيه؟ إحنا عندنا وزارة الداخلية عظيمة، شايف أن أي حد بينتقدها بينتمي للإخوان والإرهابيين، فأي شوية سواقين هيمشوا البلد ولا إيه؟ لا فيش كلام ده. وبالتالي البلد مقبلة على كارثة أخرى، ومحدش يقول لي أنت بتبالغ، لأن لو حصل الإضراب ده حتى لو جزئي مصر مش هتستحمل إضراب سائقي النقل الثقيل. موقع عربي 21 نشر تقرير قال أنه نقلا عن مصادر موثوقة وتقرير حصري لموقع عربي 21 قال أن في فندق في سويسرا حصل فيه لقاء ما بين وفد مصري ووفد صيني. ايه الحكاية؟ مناقشة مبادلة ديون مصر مقابل استحواذ الصين او سيطرة الصين، او ان مصر هتبيع للصين اصول من الدولة المصرية متعلقة بموانئ ومطارات. التقرير عربي 21 قال ان الموضوع استمر 3 ايام تقريبا هذه المحادثات، وكان في كلام عن 10 مليار دولار، ومصر هتحصل في الآخر على 18 مليار دولار، لكن هتسلم للصين شوية موانئ ومطارات. إيه الحكاية وإيه اللي حصل؟ خلينا نشوف التفاصيل. تقرير خاص لعربي 21 زي ما قلنا، لقاء مصري صيني لمبادلة الديون بأصول مصرية، المفاوضات تتعلق ب 18 مليار دولار، تتهرب مصر من الشروط الغربية الصارمة والتي تشترط إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتذهب إلى الصين. القروض اللي مصر حصلت عليها في الصين نشوف اللي بعده، شراء قطار العاصمة والقطار السريع، وأيضا مجمع الوزارات، إنشاء البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية. القروض اللي اتكلمت عليها أو اللي خدتها مصر بتتركز في مشاريع العاصمة الإدارية، ولسه عندنا كمان موضوع الخمس ناطحات سحاب اللي الصين هتعملهم في العالمين. الإمارات كانت هي المفروض هي اللي هتمول البرج الأيقوني، لكن الإمارات انسحبت لأسباب كلنا عارفينها الكام سنة اللي فاتوا من مصر، ومصر بعدها طلبت قرض بمليار و200 مليون، والعاصمة الإدارية زي ما احنا عارفين هي المشروع القومي. دلوقتي الصين بتحاول تعمل ايه؟ بتحاول تاخد هي الضحية اللي وقعت من الإمارات ووقعت من الدنيا، اللي هو النظام المصري اللي مش قادر يمول المشروعات اللي عنده، مش قادر ياخد ديون من بره، وبالتالي وصل لمرحلة انه خلاص وفقا لعربي 21 تعالي يا صين خدي الديون بتاعتنا مقابل الأصول اللي موجودة في البلد. طيب النقطة الجاية هي شرح للاجتماع ده. هو الاجتماع ده عبارة عن ايه؟ الاجتماع ده مش اجتماع عادي، لا ده اجتماع متعلق بحاجة اقتصادية بيسموها الديون المخفية. ايه قصة الديون المخفية؟ تعالوا كده نشوف مع بعض ايه قصة الديون المخفية واستراتيجية الصين. نحاول نركز مع بعض كده في القصة دي لانها في منتهى الخطورة، ودي لعبة الصين مع دول كتير قوي في افريقيا تحديدا، وللأسف احنا اصبحنا دولة من هذه الدول. بكين هي واحدة من أكبر المقرضين للدول النامية، تسمى هذه الديون في عرف خبراء الاقتصاد الديون المخفية زي ما قلت. لا تظهر القروض في الميزانيات القومية العمومية للحكومات، وتظهر فقط في بيانات السفارة الصينية والحكومات الصينية. نقف هنا، ديون مخفية يعني إيه؟ يعني محدش هيعرف إن مصر عملت ده مع الصين، محدش هيعرف إن إحنا بعنا مواني ومطارات مقابل مش عارف قد إيه، لا دي ديون مخفية عندنا في مصر مش هنعرفها، لكن بتظهر فقط عند السفارة الصينية والحكومة الصينية. طيب نكمل كده ونشوف ايه حكاية القروض او الديون المخفية. الصين بتدفعها للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بفوائد اعلى، زينا كده زي مصر كده، ما احنا خلاص بقينا من الدول ذات الدخل المنخفض. الوسائل دي الصين بتعملها ليه؟ عشان تغري الدول الفقيرة والأنظمة غير الديمقراطية بالقروض، وتضع نصوص تجعل الدول لقمة سائغة في يديها لو تخلفت عن الدفع. وهنا المصيبة السوداء، هنا الديون المخفية بتبدأ تظهر وخطورتها بتبدأ تظهر. ايه المخاطر؟ المخاطر ان الصين بتجبر الدول دي في الآخر انها تتنازل عن اصول استراتيجية، لان ما بقاش عندها اي حاجة تقدمها، مش قادرة تدفع، مش قادرة تدفع الفوائد، مش قادرة تعمل اي حاجة. خبراء الاقتصاد بيقولك ايه؟ لا يمكن انك تلوم الصين لانها بتسعى لتأمين ديونها من انظمة فاسدة. قالت ان المال لا يمكن ان يكون مجانيا، دي كلية فليتشر، وصفة الديون المخفية واللي الصين بتعمله. طيب مين ضحايا الصين يا جماعة؟ انا اسف يا استاذ عمرو اديب،
لأن ضحية من ضحايا الصين. نشوف كده ضحايا الصين في العالم. سريلانكا. سريلانكا كانت من أهم ضحايا الصين. إيه اللي حصل في سريلانكا؟ أنت كل حلقة أجيب لها سريلانكا، والله مش أنا، بس هو النظام ماشي على كتالوج سريلانكا بالحرف، حتى في الديون المخفية، للأسف حتى في الديون المخفية. طب إيه الحكاية؟ الحكاية أن الصين حصلت على ميناء سريلانكا الرئيسي بعد أن فشلت سريلانكا في سداد قيمة قرض الإنشاء، وكان قيمته 307 مليون دولار. يعني سريلانكا خدت قرض من الصين مش قادرة تسدده، فالصين قالت لها خلاص يا سيدي أنت عندك ديون مخفية، هات لي الميناء الرئيسي بتاعك. فسريلانكا تنازلت أو باعت أو سلمت أصل من أصول الدولة هناك اللي هو الميناء الرئيسي للصين اللي استحوذت عليه، وبعد كده انهارت سريلانكا. طيب من الدول الأخرى أيضا هي زامبيا، وهي دولة إفريقية فقيرة. الصين استولت على محطة التوليد المائية هناك وعلى 60% من إذاعة زامبيا. أنت متخيل صح؟ أنا بكلمك مثلا على ماسبيرو، أن الصين استحوذت على 60% من ماسبيرو، على أهم ميناء في مصر مثلا. أنت متخيل معايا اللي بنحكيه؟ مصر رايحة لده، رايحة لسريلانكا ورايحة للصين عن طريق الديون المخفية. طيب دولة تانية كمان هي كينيا. إيه اللي حصل؟ الصين بتسعى للاستحواذ على ميناء مومباسا الكيني بعد تخلفها عن السداد. يعني حضرتك إحنا النهاردة بنعمل اتفاق على ديون مخفية مع الصين، وعندنا نماذج زي سريلانكا وزامبيا وكينيا راحوا في داهية وسلموا أصول من البلد عندهم للصين مقابل هذه القروض. طيب استراتيجية الصين دي تقريبا قد إيه؟ بيقولك إن إجمالي القروض المخفية للصين في أفريقيا 148 مليار دولار. دولة عارفة كويس قوي هي بتعمل إيه. الصين بيقولك حاليا هي المقرض الثنائي في 32 دولة أفريقية، وهي أكبر مقرض للقارة كلها. راحت على قارة فقيرة عندها حكام فاسدين، ديكتاتوريات ما عندهاش شفافية، وقدرت إنها تستحوذ، مش تستحوذ بس، ده قدرت إنها تاخد تحصل على أصول في دول زي سريلانكا زي زامبيا زي كينيا، وللأسف دلوقتي وفقا للعربية 21 مصر كمان. النهاردة كامل الوزير، وده الخبر اللي أختم به، طلع يقول إحنا ما عندناش أي نية للتفريط عن أي مينة في مصر. ربنا يستر. طالما التصريح ده طلع، وطالما التقرير ده اتنشر، طالما قلنا الكلام ده، يبقى قريب جدا لا قدر الله ممكن نسمع عن استحواذ الصين على مينة في مصر أو على أي حاجة تانية من الأصول السيادية المصرية. في أنقذوهم النهاردة بنقول أنقذوا المعتقل أحمد سامح عكاشة. نتابع. مصر مضلمة، ده عنوان الفقرة الجاية وساعة الاتصالات أيضا. بنتكلم عن إيه الفقرة الجاية مع ضيفنا؟ بنتكلم عن استراتيجية الإظلام، هكذا يفعل السيسي بالمصريين لتوفير الغاز. الجملة الأخيرة هي مربط الفرس في الفقرة الجاية. هو إحنا عندنا غاز ولا لأ؟ إيه أخبار الاكتفاء الذاتي من الغاز؟ إيه أخبار حقول الغاز اللي أعلننا عنها؟ صفقات الغاز مع إسرائيل وضعها إيه في اللي بيحصل؟ هل قرار الحكومة بأن تضلم مصر على أهلها هل لي علاقة حقيقية بترشيد بتوفير الغاز أو تصدير الغاز، ولا القصة مختلفة تماما؟ كل ده نعرفه مع ضيفنا بعد الفصل. نورت مصر، كلمة دارجة جدا على لسان المصريين لما بنستقبل ضيوفنا. النهاردة الحقيقة لو نزلت ميدان التحرير أو أي ميدان كبير أو شارع أو محور رئيسي هتلاقي مصر للأسف مضلمة، مش هتشوف أي حاجة من المعالم السياحية ولا معالم المدن، لأن الحكومة قررت إنها تضلم البلد على أهلها.
حقيقة وضع كده تقدر تشوفه في عصور حجرية في دول نامية. ايه الحجة؟ الحجة ان احنا عايزين نوفر الغاز ومش بس كده، احنا عايزين نصدر الغاز ومش بس كده، احنا يدخل لنا 400 وشوية مليون دولار كل مش عارف قد ايه لما هنرشد الكهرباء. طب يا جماعة الخير، فين احتياطيات مصر من الغاز؟ هل احنا محتاجين نعمل ده فعلا؟ هو مش احنا كان عندنا غاز قد كده ولا لا؟ اسئلة كتيرة جدا هنقلها لضيفي، لكن خلينا نشوف هذا الفيديو عن مصر المظلمة. ارحب بضيفي عبر الانترنت السيد خالد فؤاد، الباحث السياسي المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية. استاذ خالد اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور سامة، واهلا بحضرتك. سؤال كده يعني مبدئي، هل الغاز عندنا خلص فاحنا محتاجين نرشد الكهرباء عشان نوفر غاز ونصدره، ولا ايه المشكلة؟ مصر محققة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي يمكن من حوالي سنتين او ثلاث سنين من بعد اكتشاف حقل زور، واحنا الانتاج الغاز الطبيعي بتاعنا اصبح في وفره، وبالتالي احنا مش بس محققين الاكتفاء الذاتي، عندنا قدره ان احنا نصدر الغاز الطبيعي للخارج. وده اللي حصل في الفتره اللي فاتت، ان احنا يمكن في 2021 كان مصر محققه مستويات عاليه جدا في تصدير الغاز الطبيعي نتيجه الازمه الطاقه اللي كانت موجوده في اوروبا، فمصر استثمرتها او استغلتها بشكل كويس في صادرات الغاز الطبيعي. لكن الكلام دوت برضو اقدر اقول ان هو لوقت محدد، بمعنى ان مساله ان مصر قادره على التصدير او ان هي محققه الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ده هيبقى ما اقدرش اقول ان هو يستمر على المدى البعيد، ربما خلال سنتين او ثلاث سنين ينتهي هذا الاكتفاء الذاتي بسبب تنامي او زياده الاستهلاك المحلي. طيب هي ما هي مصادر مصر من الغاز الطبيعي بدايه قبل ان نتحدث عن هيستمر قد ايه؟ طيب هو بشكل طبيعي مصر عندها حقول غاز طبيعي موجوده في اماكن متعدده، سواء في الخليج او في الدلتا او في المياه العميقه في البحر المتوسط، ويمكن اشهرهم هو حقل زهر اللي تم اكتشافه في 2015 وابتدى ينتج تقريبا في بداية 2018. وبالتالي زي ما قلت قبل كده ان مصر حاليا لو احنا بنتكلم على معادلة الاكتفاء الذاتي، هي معادلة ما بين حاجتين، ما بين انتاج مصر من الغاز الطبيعي ومن الاستهلاك المحلي. حاليا في الوقت الحالي انتاج مصر من الغاز الطبيعي بيكفي الاستهلاك المحلي، لكن في نقطة مهمة، إن الإنتاج الغاز الطبيعي دوت محكوم ببعض العوامل، منها إن الإنتاج ده الطبيعي بتاعه هو بيقل بعد فترة، يعني بعد سنوات بيبدأ هذه الحقول بتبدأ تنضب أو يبدأ الغاز الموجود فيها يقل. فإذا ما حصلش إن في اكتشافات كبيرة زي حقل زهر، فبيبدأ يفضل الإنتاج بتاعك نسبته تقل أمام الاستهلاك المحلي. الاستهلاك المحلي طبعا بيزيد نتيجة زيادة التعداد السكاني والمصانع الضخمة اللي بتبدأ تستهلك الغاز الطبيعي، فطبيعي جدا الاستهلاك المحلي بتاعك بيبدأ يزيد سنويا. في نفس الوقت الانتاج زي ما قلنا، الانتاج لو فضل الانتاج بهذا الشكل ما فيش اكتشافات ضخمة، فالانتاج بيقل، لأن ده طبيعة الحقول النفط أو الغاز، إن هي مع الوقت انتاجها بيقل، وبالتالي بيحصل عند لحظة معينة ان الاستهلاك المحلي بتاعك اكتر من انتاج، وبالتالي انت في اللحظة دي بتحتاج ان انت تستورد غاز طبيعي. الوقت ده ممكن يحصل امتى في مصر حاليا؟ الكلام ده مش كلامي طبعا، كلام اغلب الدراسات الدولية وبعضها كمان دراسات محلية بتؤكد ان الاكتفاء الذاتي في مصر هينتهي يعني خلال من 3 لـ 5 سنوات، هيبدأ الاستهلاك المحلي يبقى اعلى ومصر تتجه الى استيراد الغاز الطبيعي مرة اخرى. طيب يعني أنا في الحقيقة تصريحين أنا مش قادر أفهمهم في نفس السياق. عبد الفتاح السيسي منذ أسبوعين كان مع المستشار الألماني وتحدث أن مصر مستعدة لتصدير الغاز لألمانيا لمساعدتها في الأزمة اللي موجودة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ورئيس الوزراء المصري بيتكلم أن احنا محتاجين نرشد الكهرباء لأن عايزين نصدر الغاز. هل الموضوع له علاقة؟ يعني الحكومة بترشد الكهرباء عشان تاخد الغاز توديه ألمانيا، ولا لا القصة ملاش علاقة ببعض؟ طب خليني أخذ الشق الأول من التصريح وارجع للشق الثاني. الشق الأول من التصريح صحيح، يعني التصريح يبدو صحيح، مصر قادرة على تصدير الغاز الطبيعي، لكن الحقيقة أن التصريح فيه مبالغة كبيرة جدا. ليه مبالغة كبيرة؟ لأن لما جاء أتكلم على احتياجات ألمانيا أو أوروبا للغاز الطبيعي، أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أصبحت أوروبا بتحاول تنتهج استراتيجية جديدة، تبدأ توجد بدائل للغاز الروسي. طب الغاز الروسي اللي كان بيروح لأوروبا قد إيه تقريبا؟ إحنا بنتكلم في حوالي 155 مليار متر مكعب سنويا.
طبعا حجم ضخم جدا، بيمثل حوالي 40% من احتياجات اوروبا. هل مصر قادره ان هي تساهم بقدر ما في هذه المعادله؟ بقدر ضئيل جدا. احنا لو بنحسب الحسابات بتاعتنا، الطريق الوحيد او السبيل الوحيد لتصدير الغاز المصري هو ايه بالظبط؟ مش الانتاج المصري بالمناسبه على فكره يا دكتور اسامه، لكن الطريق الوحيد او العامل الوحيد المتحكم في تصدير الغاز المصري هو محطات التسهيل اللي موجوده عندنا، اللي هي محطه ادكو ودمياط. طيب المحطات ديت ليها طاقه انتاجيه قصوى، تمام؟ وبالتالي مصر مهما كان عند مصر رغبه في تصدير الغاز الطبيعي، فدايما هذه الرغبه محكومه بقدره او بالقدره الاستيعابيه او الطاقه الانتاجيه القصوى لمحطات التسهيل بتاعتنا. طب محطات التسهيل بتاعتنا يعني على اقصى تقدير ربما تقدر في السنه الواحده ان هي تنتج او تصدر مثلا حوالي من 11. طب في نقطه استاذ خالد، معلش عفوا على المقاطعه، لو انا عندي كبلد عندي اكتفاء ذاتي هيخلص من 3 ل 5 سنين، انا ليه اروح اصدر دلوقتي؟ يعني ما هو المفروض ان انا لا ما اصدرش واحافظ واخلي الخمس سنين دول 7 أو 8. ده بيتوقف على هنا بنخرج من بره نقطة الانتاج والاستهلاك للسياسة نفسها بقى. في الآخر ده قرار سياسي، يعني ممكن أنت في الحالة ديت أن أنت تبدأ توفر الغاز بتاعك عشان يبدأ يكون عندك عدد كبير من السنوات محقق الاكتفاء الذاتي. وطبعا نتيجة، لأن طبعا الحقيقة أن القرار السياسي هنا بيبقى دايما مش دايما محكوم بالمصلحة العامة، احيانا بمحكوم باعتبارات اخرى، محكوم بتحالفات في الاقليم، محكوم بديون كبيره جدا عليك مش قادر تسددها، وبالتالي هتبقى انت في اللحظه ديت بتحاول ان انت تقدر يعني تبقى واصل تحت رجليك، بمعنى صح عاوز الفلوس بتاعه تصدير الغاز بسرعه ربما تلحقك او ربما تساعدك في الازمه الماليه اللي عندك، وبعد 3-4 سنين يبقى يحلها الحلاق، ربما نلاقي اكتشافات جديده، ربما يكون في اكتشافات ضخمه، ربما يكون في وضع افضل عالميا او سياق عالمي افضل للاقتصاد يكون يساعد مصر على ان هي ما طيب. يبقاش في ازمه في مساله الغاز. من وجهه نظر فنيه بحته بعيدا عن السياسه، تصريح رئيس الحكومه مصطفى مدبولي اننا سنقوم بترشيد الكهرباء لتوفير الغاز وتصديره ومن ثم الحصول على 420 مليون دولار، ازاي شايف التصريح ده؟ هو الحقيقه التصريح ده تصريح متاخر، لان هي الحكومه بتعمل كده فعلا، يعني من فتره من بدايه الطلب العالي على الغاز الطبيعي والازمه الطاقه في اوروبا، وابتدت الحكومه، هو الغاز اللي هو يا جماعه توليد الكهرباء في مصر بتيجي ازاي؟ محطات توليد الكهرباء اغلبها او كلها معظمها شغال بالغاز الطبيعي، وبالتالي انا دلوقتي عندي جزء من الاستهلاك المحلي العالي في مصر بيعتمد على الغاز الطبيعي اللي بيولد الكهرباء. طيب في فصل الصيف نتيجه الحراره الشديده اكيد ان الاستهلاك دوت او الكهرباء بتبقى استهلاك عالي جدا، وبالتالي الغاز الطبيعي اللي بيستخدم في محطات توليد الكهرباء بيبقى برضو الاستهلاك بتاعه عالي جدا. فهو دلوقتي رئيس الحكومه بيفكر ان هو يبدا يرشد الكهرباء، وبالتالي يبدا يقلل كميات الغاز المستخدمه في محطات التوليد عشان يوفرها للتصدير الخارجي. كلام منطقي، يعني الفكره نفسها منطقيه، لكن الحقيقه برضو اللي انا عاوز اقوله ان هي ان الحجم اللي انت هتقدر توفره والمكاسب اللي انت ممكن تحققها هي في الاخر بتساوي المكاسب اللي انت حققتها في الشتاء اللي فات. يعني انت في الاخير انت بتحاول ان انت ما يبقاش عندك خسائر، انت بتحاول تحافظ على نفس المكاسب اللي انت حققتها في الشتاء، لكن صعب ان هي تكون تساهم في الازمه الاقتصاديه الحاده في مصر او في سداد الديون المصريه اللي هي يعني مبالغ ضخمه جدا تصل الى حوالي 60 مليار دولار المفروض ان مصر تسددها خلال هذا العام المالي اللي هو بينتهي في يونيو. طيب 2023. اعتبرني مواطن بسيط ما عندوش اي فكره عن اي حاجه متعلقه بالغاز، غير ان احنا عملنا صفقه اسمها صفقه الغاز مع اسرائيل، وان احنا بنودي الغاز بتاعنا لاسرائيل وبنستورده مره تانية. انا منين بستورد الغاز بتاعي من اسرائيل؟ ومنين انا عندي اكتفاء ذاتي؟ ومنين عايز اصدر غاز لاوروبا؟ انا ما بقتش فاهم اي حاجه. هي طبعا هي مساله يعني معقده شويه، بس هي الفكره كلها ان مصر دخلت في صفقه غاز مع اسرائيل في 2018. الصفقه المفروض ان هي ان انت حتى لو مصر محققه الاكتفاء الذاتي، فالصفقه المفروض ان هي بتتيح لاسرائيل ان هي تصدر الغاز الطبيعي بتاعها عبر محطات التسهيل المصري. اسرائيل عندها اشكاليه كبيره جدا، عندها اكتشافات ضخمه، عندها احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي، ولكن اسرائيل ليس امامها مسار للتصدير الخارجي سوى محطات التحاليل في هذه اللحظه الحاليه، سوى محطات التسهيل المصريه ادكو ودمياط. طيب نتيجه هذا الكلام يعني مصر هي اللي ساعدت اسرائيل ان هي او اوجدت لاسرائيل المسار الوحيد لتصدير الغاز الاسرائيلي للخارج.
طيب ده معناه ايه بالنسبه لمصر؟ معناه بالنسبه لمصر زي ما انا يعني تكمله للكلام اللي قلته قبل كده، مصر دلوقتي برضو من مصلحتها ان هي تصدر الغاز الطبيعي بتاعها. طيب الصادرات الحاليه اللي بتطلع من محطات التسهيل المصريه هي في الحقيقه خليط، جزء منها هو الغاز اللي جاي من اسرائيل وجزء منها هو الغاز المصري. مع الوقت زي ما قلت هيبقى اغلب الكميات اللي بتصدر من الغاز المسال هتبقى مع الوقت زي ما قلنا الاكتفاء الذاتي هينتهي، فمع الوقت هيبقى اغلب الغاز اللي انت بتصدره هو في الحقيقه غاز اسرائيلي. وبالتالي لو احنا بنبص لها حتى من ناحيه البعد الاقتصادي قبل ما يكون البعد السياسي او البعد الامني الامن القومي، يعني البعد الاقتصادي الفرق السعر، فرق انت دلوقتي انت بتشتري من اسرائيل وبتبيع، الفرق هنا مش كبير. وحتى الارقام اللي بتاخدها من التسهيل اللي هي رسوم تسهيل الغاز الطبيعي، الرسوم دي في الاخر اغلبها او نسبه كبيره منها رايح للشريك الامريكي. انا اعتقد النقطه دي خطيره جدا استاذ خالد، يعني احنا بعد فتره هنكون بنبيع غاز اسرائيلي لاوروبا، وبالتالي الفلوس بتاعته مش احنا اللي واخدينها. بص مش بالظبط كده، هو حاليا في اللحظه الحاليه، خلينا نبسط النقطه دي، هي فعلا زي ما حضرتك بتقول كده محتاجه توضيح شويه. حاليا في اللحظه الحاليه احنا بنصدر غاز اسرائيلي صح كده، بس مش كله، يعني صادرات مصر من الغاز المسال من خلال محطتي ادكو ودمياط، الصادرات دي جزء منها الغاز اللي جاي من اسرائيل تمام، وجزء منها الغاز المصري. طيب زي ما قلت في الاخر ان اسرائيل طبعا ليها مكسب ضخم جدا، ان هي في الاخر مكسب اقتصادي ضخم ومكسب جيوسياسي ان هي بتصدر الغاز بتاعها لاوروبا عبر مصر. مصر على المدى لو واحد بيبص تحت رجله، يعني على المدى القريب ممكن يبقى فيه مكاسب. طبعا في مكاسب، انا ببيع الغاز بتاعي، ببيع الغاز الاسرائيلي باخد منه نسبه فلوس، لكن على المدى البعيد في مخاطر لازم انتبه اليها. على المدى البعيد او على المدى المتوسط زي ما قلت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بينتهي، ده معناه ان مصر هتبقى دوله مستورده للغاز الطبيعي، ده معناه ان كل الغاز اللي جاي لك من اسرائيل في الحقيقه هيتجه اغلبه او نسبه كبيره منه للاستهلاك المحلي. طب احنا دلوقتي بنتكلم ان تخيل معايا المعادله دي، بنتكلم على ان انت امن الطاقه عندك بيعتمد بجزء حتى لو صغير على 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 الغاز اللي جاي من اسرائيل. باي شكل من الاشكال اسرائيل بتربطك بينك وبينها علاقات، حتى لو علاقات قويه ولكن في معنى تقليدي او في اطار تقليدي للعلاقات دي بتربطها بمفاهيم الامن القومي، ومن الصعب ان انت تخلي اسرائيل يعني بتتحكم في جزء من امن الطاقه المصري. فدي اشكاليه كبيره، يعني على المدى زي ما اقول على المدى المتوسط، يعني في خلال 3 أو 5 سنوات هتقابلنا اشكاليه كبيره هي مسألة الاعتماد أو مسألة استيراد الغاز الإسرائيلي واستهلاكه أو إدخاله إلى الأسواق المحلية وليس تصديره للخارج. جميل. طيب فكرة أن الحكومة بتظلم البلاد دلوقتي، أن مصر مظلمة وفي ترشيد الاستهلاك وبيطفوا النور في الشوارع والميادين، هل ده الحل الأمثل لأي حكومة أستاذ خالد في قصة أنه عايز يوفر غاز أو عايز يصدر غاز، ولا في حلول أخرى؟ هو طبعا يعني مش ده الحل الامثل الحقيقه. لو التوفير، لو انا بوفر من منطلق ان انا عايز احقق مكاسب او ان انا يبقى عندي وفره من العمله الاجنبيه عشان انا عاوز اصدر الغاز، فانا هقول لك ان الاولى ان انت طب صدر الكميات اللي عندك، ويعني انت دلوقتي عمال تزود المدخل الغاز الاسرائيلي بيزيد. بالمناسبه برضو معلومه مهمه، ان الغاز اللي جاي من اسرائيل كمياته كانت يمكن يعني وفق العقد اللي تم في 2018 كميات محدوده. الفتره اللي فاتت وخلال ازمه الطاقه في اوروبا اسرائيل زودت الغاز اللي بتبعته لمصر، وبالتالي انت كان عندك تقريبا يوميا بيجي لك حوالي 450 مليون قدم مكعب يوميا، دلوقتي بيجي لك من اسرائيل الضعف تقريبا، حوالي 750 او 800 مليون قدم مكعب يوميا. طب ده معناه ايه؟ نفس الإشكالية، معناه إن أغلب صادرات الغاز اللي عندك الجزء الأكبر فيها هو غاز إسرائيلي، وبالتالي العائد الاقتصادي بتاعك هنا مش كبير غير لما يكون دوت الغاز بتاعك اللي طالع من أرضك. فأرجع أقول تاني السؤال بتاعك يا دكتور أسامة، سؤال مهم، إذا كنا إحنا دلوقتي، ما هو دي إشكالية، دي للأسف الإكراهات السياسة اللي ودتنا لهذه المساحة، إن إحنا نتعاون مع إسرائيل وإن إحنا نبقى السبيل الوحيد لإن إسرائيل تصدر الغاز، وبالتالي إسرائيل بتصدر الغاز من خلالنا، بتحقق مكاسب من خلالنا. إحنا دلوقتي بنتكلم في ترشيد الكهرباء، قبل ما كنا نتكلم في ترشيد الكهرباء وتوفير الغاز الطبيعي عشان نصدره، كنا ممكن نقول يا جماعة إن إحنا محتاجين إن إحنا نصدر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي اللي عندنا أصلاً واللي هو موجود عندنا، بدل ما إحنا بنصدر جزء منه
او جزء منه هو غاز اسرائيلي. طيب. وبالتالي هنحقق عائد اكبر للاقتصاد المصري. الحرب الروسيه الاوكرانيه عملت ازمه طاقه في العالم، وده شيء الجميع شايفه وعارفه، في غلاء في اسعار فواتير الكهرباء في بلدان كثيره في الحقيقه، لكن لماذا لم تلجأ اي دوله اوروبيه ممن تعيش نفس الازمه لحلول مثل التي لجأت اليها الحكومه المصريه؟ يعني انا ما سمعتش الحكومه البريطانيه هنا قالت لي احنا هنطفي مثلا اوكسفورد سيركس ولا البيكاديلي ولا اي حته ولا ساعه بيج بن عشان نوفر كهرباء وانتم ما تستخدموش الدفايات، ما حدش قال الكلام ده. خلينا اقول السبب ليه بعدين شويه مختلفين. البعد الاولاني ان اوروبا مش كل محطات او مش كل مصادر توليد الكهرباء من خلال الغاز. خلينا نقول ان معادله الغاز في اوروبا خطورتها في التدفئه. يعني اوروبا دايما، اكيد انت بتسمع الكلام ده دكتور اسامه، ان اوروبا على يعني في خطوره او في تهديد ان الشتاء القادم يبقى فيه شتاء بارد وان ما فيش فيه تدفئه، صح؟ صحيح. طيب يبقى الغاز في اوروبا الاعتبار الاساسي بتاعه نقطتين مهمين: التدفئه والمصانع الصناعات الثقيله اللي بتستخدم الغاز الطبيعي. تمام. وبالتالي مساله الكهرباء مش يعني في اوروبا مش هتسمع كتير قوي، لان طبعا اوروبا عندها اتجاه قوي في مساله الطاقه المتجدده واستخدام الطاقه الشمسيه والرياح او احيانا المحطات النوويه دلوقتي رجعوا يستخدموها تاني. فخليني اقول لك ان الكهرباء في اوروبا مش معتمده قوي على الغاز اللي زي ما مصر معتمد عليه في محطات التوليد، لكن اوروبا متخوفه جدا من نقص الغاز نتيجه التدفئه اللي هي محتاجاها في الشتاء ونتيجه المصانع اللي هي بتحتاج الغاز الطبيعي. مصر طبعا الوضع فيها مختلف، لان مصر اغلب محطات توليد الكهرباء فيها او بتعتمد على الغاز الطبيعي. اشكرك شكرا جزيلا خالد فؤاد، الباحث المتخصص في شؤون الطاقه والعلاقات الدوليه، كنت ضيفي عبر الانترنت. الحقيقه معلومات مهمه جدا كان لازم نعرفها بالتفصيل، يعني قصة الغاز وإحنا فين بالضبط من موضوع الغاز. شكرا جزيلا أستاذ خالد. عايز أختم معاكم الفقرة دي الحقيقة بالسيد نشأة الديهي اللي اتكلم عن أهمية خطة الحكومة. الأستاذ نشأة طلع امبارح عشان طبعا لازم يبرر، لازم يتكلم، مش هيجيب خبير مثلا زي الأستاذ خالد ويقعد يشرح ويستفهم منه ويفهم منه، لا لا لا، السيد نشأة الديهي قرر أنه يطلع خلاص يقول لحضراتكم أنه أحسن حاجة حصلت في التاريخ هي خطة الحكومة. خلينا نشوف نشأت قال ايه. نشأت طالع جايب ارقام، بيتكلم بالارقام وبيقول لك هتديني كذا ومش هتديني كذا، وطبعا ما حدش بيدور وراه، هي الارقام اتبعتت له بيقراها ابراهيم اللي في الايربيس عنده، قال له يا استاذ نشأت اطلع قول لنا الرقمين دول، فطلع نشأت اتكلم. لكن الحقيقة ما قالناش هل الحكومة هتطفي نجفة اكبر جامع في العاصمة الادارية ولا لا، وقال هتطفي أطول برج اللي هيعملوه هناك ولا لا، وهل ناطحات السحاب بتاعت الصين تتراجع عنها ولا لا، وهل مقر مجلس الوزراء والشاليهات والفنادق اللي في العالمين هيطفوا النور فيها ولا لا. كان مهم الحقيقة أسمع ده من نشأت، لكن ما سمعتش نشأت، ما طلعش اتكلم عن القصة دي. خليني أختم معاكم الفقرة دي بالأستاذ جمال سلطان اللي كتب على تويتر الحقيقة تلخيص للمشهد اللي احنا عايشينه، لما قال الحكومة قررت فرض الظلام على ميادين مصر بما فيها ميدان التحرير رمز العاصمة والمؤسسات الاقتصادية والثقافية والرياضية والتعليمية باستثناء الأمنية لتوفير الغاز لتصديره والحصول على عملة صعبة لسداد الديون. مشهد يلخص لك الانهيار الشامل الذي تتجه إليه مصر بفضل سياسات طبيب الفلاسفة. الحقيقة ده موضوع الساعة الثانية اللي هنتكلم فيها عن مصر مظلمة، هو ده موضوع الاتصالات، وهنسأل حضراتكم ليه في عهد السيسي مصر أصبحت مظلمة. تابعونا. مصر مظلمة، مين اللي بيقول الكلام ده؟ مش أنا، مش قناة مكملين، مش أي قناة مصرية في الخارج، أو زي ما الداخلية بتقول مش الإخوان المسلمين ولا الأشرار اللي عبد الفتاح السيسي بيحذركم منهم. اللي بيقول كده هم المصريين، هم حضراتكم في البيوت، في الشوارع المظلمة، في الميادين المطفية اللي من غير إضاءة، على مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتشكي. مصر اللي كانت المفروض إنها منورة بأهلها زي ما بنقول دايما، للأسف تحولت لكتلة من الظلام. ليه؟ بسبب إجراءات حكومة مصرية عايزة ترشد الاستهلاك عشان توفر للدولة 450 مليون دولار من بيع الغاز عشان تصدره بره، واللي بيتم توفير استخدامه في محطات توليد الكهرباء. لكن بالتأكيد احنا دولة بتموت في اللقطة، اللقطة دي بتاعت عباس كامل زمان أيام التسريبات. عباس واللقطة الحقيقة أصبحت سياسة عامة لمصر زي ما هنشوف في الفيديو اللي هيطلع قدام حضراتكم دلوقتي. رئاسة الحكومة المصرية الحمد لله يا جماعة بدأت بنفسها
عشان تكون قدوة للشعب المصري كله. زي ما انتم شايفين مصطفى مدبولي قاعد في الضلمة وعاملين الاجتماع بعيد عن الإضاءة. خلوا الفيديو يا جماعة لو سمحتوا عشان الناس تشوف بس الحكومة وهي بتديها المثل والقدوة في ان هي بتبدأ بنفسها. الحكومة المصرية طفت النور في مقر اجتماع مجلس الوزراء لكن ما قالوا لناش الحقيقة، هل الاجتماع اللي في مقر رئاسة الوزراء في مصيف العالمين اللي متكلف مليارات وملايين هيطفوا فيه النور برضو ولا لأ؟ ما قالوا لناش الحقيقة، هل التكييفات اللي بتشتغل في المقرات هناك في العالمين طفوها ولا سايبينها شغالة؟ الحكومة المصرية اللي عملت لنا لقطة وشو عشان تقول لنا ان احنا هو بنوفر وان احنا اول ناس بدأت بنفسها. شاليهات مجلس الوزراء يا جماعة اخبارها ايه؟ الكهرباء هناك فيها طفتوها ولا سايبينها؟ العاصمة الإدارية الجديدة سايبين النور مفتوح هناك ولا طفتوه؟ حد يكلمنا، حد يقول لنا. رئاسة الحكومة بدل ما تطلع تعمل لنا لقطة كان ناقصكم شوية شمع والله، يعني اللقطة دي كانت هتكتمل لما تحطوا شمعة جنب كل واحد وتقولوا لنا لا مصر مش مظلمة واحنا بنبدأ بنفسنا. لكن الحقيقة نرجع بقى من اللقطة دي ونروح لحضراتكم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي انتوا كتبتوا وقلتوا ايه واتكلمتوا عن الصورة دي والفيديو ده وموضوع مصر مظلمة كان مثار الحديث. الناس اللي زعلانة مصر بيقول الناس اللي زعلانة ميدان التحرير ظلم، احب اقول لهم ايه الجديد؟ ما هي مصر كلها ظلمت وهتفضل مظلمة طول ما الخبيث في السلطة وعساكره بتحميه. تغريدة تانية بتقول من محمد صبحي سلطان، قبل 25 يناير و30 يونيو صندوق النقد مصر منورة بأهلها، بعد 25 يناير و30 يونيو صندوق النقد مصر مظلمة على أهلها. عايز أقف هنا شوية لأن الحقيقة محمد أنا مختلف معك. يعني 25 يناير لما جت مصر لا نورت أكتر، مصر الحقيقة نورت كتير، الشباب يعني نزلوا كان في حرية في كل حتة والإعلام كان بيتكلم وكان في ديمقراطية والناس راحت انتخابات وكانت الحياة عظيمة جدا لحد ما في فئة قررت تظلمها علينا كلنا وتعمل انقلاب عسكري عن طريق 30 يونيو وبعدين تودينا للظلام اللي احنا فيه دلوقتي. فشوية مختلف معاك يا محمد لكن تمام، مصر مظلمة ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. تغريدة اخرى لمين؟ محمد الكامل بيقول مصر مظلمة بحكومتها واهلها. طب كان ايه لازمة المصاريف والموكب؟ ميدان التحرير مظلم بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء، بيتكلم عن 60 مليون اللي اتكلمنا عنهم امبارح. تغريدة كمان على نفس الموضوع، المصريين كلهم بيقولوا مصر مظلمة. عبد الوهاب بيقول منظر كئيب وكأن مصر كلها بقت مظلمة اساسا، ده الواقع اللي احنا بنتكلم فيه. سيبك من لقطة مجلس الوزراء وركز مع كلام الناس هنا. تغريدة تانية لمين؟ كوتوموتو بيقول القصور اللي بناها عشان مصر مظلمة برضو. ده سؤال مهم لعبد الفتاح السيسي، سؤال مهم لحضراتكم. بعد شوية هنتكلم في عهد السيسي مصر ليه مظلمة، القصور أخبارها إيه؟ زوجة عبد الفتاح السيسي السيدة انتصار يا ترى بتطفي النور؟ هل محمود السيسي بيطفي النور؟ هل زوجتهم بيطفوا النور؟ هل الأولاد والأحفاد بيطفوا النور؟ حد يقول لنا. ما هو برضو انت عشان تعمل قدوة كلمني بقى عن الراس الكبيرة، طلع الراس الكبيرة تكون قدوة للناس ويطفي هو كمان النور ويقول للناس لا ده احنا القصور مطفية والاتحادية مطفية وكل حتة مطفية خلاص، فالشعب المصري يحس ان هو والسلطة والرئاسة والحكومة ايد واحدة. تغريدة اخرى لمين؟ لتيبو بيقول رسالة ايه مصر ممكن تصدرها للعالم لما اكبر ميدان فيها يكون مطفي وضلمة عشان بنوفر في فاتورة الكهرباء؟ الرسالة باختصار مصر مظلمة. تغريدة اخرى لكريم محمد، مصر ظلمت وانطفت في عهده قوي، مصر بتحب السيسي، ده هاشتاج اللي جم طلعاه عشان بس يطبطبوا على الجنرال. رشا وجدان بتقول الدنيا ظلمت في مصر عشان الظلم ظلمات، مع هاشتاج فاكرين ربع. تغريدة اخرى لمين؟ محمد بيقول للأسف الشوارع مش هي اللي ظلمت، الفشل الحكومي وعدم تقدير الأولويات هو اللي ظلم مصر كلها. آخر تغريدة معانا لأحلام مصرية بتقول النهاردة شفت رئيس الوزراء بيقول هنطفي النور عن الطرق والمحاور، يعني انت هتعيشنا في الظلمة؟ يعني ده يرضي مين؟ ويشتغل الخطف وتزيد السرقة، السبب عشان تصدر غاز، ان شاء الله عنك ما صدرت غاز والفواتير اللي احنا بندفعها بتروح فين؟ مصر مظلمة كان الهاشتاج اللي لفت انتباهي من الصبح النهاردة، قررت ان اشارك مع حضراتكم فيه. كتبنا هذه التغريدة على تويتر صباح اليوم.
مصر مظلمة، حكومة بتطفي النور على الناس وبتنور أكبر نجفة، نظام بيطالب الناس بترشيد الكهرباء وبينور العاصمة الإدارية بملايين، يضيعوا 60 مليون جنيه على إضاءة ميدان التحرير وبعدين يظلموه، نظام بيكهرب المعتقلين في السجون، نظام مجرم ظلم على المصريين حياتهم في السياسة والاقتصاد وأكل العيش. وهنا خلينا أقول إن دي مبادرة لحضراتكم، مصر مظلمة اكتبوا على الهاشتاج، انشروا فيه صور الشوارع المظلمة، الميادين المظلمة، اللي عنده الكهرباء أصلا مقطوعة قبل ما الحكومة تقرر إنها تظلمها عليه وعليكم، يبعت لنا الصور دي وينشرها على هاشتاج مصر مظلمة. دي حملة في البرنامج هنا هنتكلم عنها يمكن لأيام، هنفضل نتكلم على موضوع ترشيد الكهرباء ده، رد فعل حضراتكم هيكون عامل ازاي. الهاشتاج زي ما قلت مصر مظلمة ظاهر قدام حضراتكم او اختفى، كان ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة من شوية، اكتبوا عليه، ابعتوا لنا الصور، انشروا الصور على الهاشتاج ده، مصر مظلمة في عهد السيسي. ده السؤال اللي احنا بنسأله، يا ترى ليه مصر مظلمة في عهد السيسي؟ خلينا كده نتخيل مع بعض. طبعا في كلام طلع انه لا يا جماعة احنا مش هنظلم كل حاجة، ما ينفعش نظلم كل حاجة، لازم نسيب ميدان التحرير، لازم نسيب العاصمة الإدارية، لازم نسيب الأماكن السياحية زي الأهرامات وزي مش عارف أبو الهول، لازم نسيب بعض الأماكن في مصر مش مظلمة. طب خلونا نتخيل مع بعض خريطة مصر ونشوف إيه اللي هيحصل مع تصور الحكومة الجديد لمصر المظلمة. لو أن هذه هي الخريطة المصرية، زي ما أنتوا شايفين مصر منورة بأهلها ولكن بدأت تطفي، مصر أصبحت مظلمة، ده الواقع اللي احنا عايشينه، لكن مع الحكومة ومع اللي الحكومة عايزاه مصر مش هتبقى مظلمة قوي، لأن في أماكن هتنور. إيه الأماكن اللي هتنور؟ عندك مثلا ميدان التحرير، قرروا ان هم ينوروه، مش هيسيبوا البلد مظلمة قوي فهينوروا ميدان التحرير. ايه كمان هينور؟ نشوف كده. المتحف المصري طبعا مكان اثري مهم، لازم المتحف المصري يفضل منور، لكن باقي البلد زي ما انتوا شايفين هتكون مظلمة. مكان اخر هيفضل مظلم وفقا للحكومة المصرية وهو الأهرامات، هيفضل منور. أنا آسف أشكرك أنك يعني عدلت لي، بس الدنيا كلها ظلمة الحقيقة، لكن هيفضل منور هو الأهرامات برضو، هيسيبوها منورة وده شيء مهم، كويس أن الأهرامات تفضل منورة. غيره إيه كمان هيفضل منور في البلد اللي هتظلم كلها على الناس؟ طبعا طبعا يا جماعة دي أهم حاجة، لازم تفضل منورة، ده دي ما ينفعش تظلم ومش هتظلم. العالمين الجديدة، المقر الجديد لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ولحاشية السيسي ولكل الناس. فلو مصر هنا أنا آسف مظلمة زي ما أنتوا شايفين في الخريطة كده، كل البلد هتبقى مظلمة على دماغ الناس وعلى دماغ الشعب، لكن العالمين الجديدة حيث مصطفى مدبولي وعبد الفتاح السيسي والحاشية الرئاسية لازم تفضل منورة. طبعا منورة بأهلها، منورة بوزرائها، منورة برجال أعمالها، منورة بحاشية عبد الفتاح السيسي وبزباط الجيش اللي بيروحوا يصيفوا هناك. هل عندنا أماكن تانية هتبقى منورة على الخريطة ولا خلاص هنكتفي بالعالمين؟ متهيالي العاصمة الإدارية، طبعا لازم العاصمة الإدارية تفضل منورة لأن دي وجهة الجمهورية الجديدة. فلو أنت البلد من أول دمياط واسكندرية ونازل على الدلتا لحد الصعيد ظلمت وتفضل مصر مظلمة زي ما احنا بنقول، فلازم العاصمة الإدارية الجديدة وجهة الجمهورية الجديدة لعبد الفتاح السيسي تكون منورة مع العالمين الجديدة ومع أماكن أخرى. إذن دي الخريطة بتاعت مصر. أنا آسف إن ده الواقع اللي ممكن نعيشه، إن مصر هتكون مظلمة. الشكل بتاع الخريطة ده مرعب مع بعض النقاط المضيئة الخاصة بالنظام وحاشية النظام. بنسأل حضرتك سؤال بعد قليل، في عهد السيسي ليه مصر مظلمة؟ نتابع. طيب أنا طبعا عايز أعلق على هذا الشيء اللي كان بيتكلم في نقطة واحدة بس، هو ميدان التحرير يا أستاذ أحمد مش المفروض أنه هو كان منور ب30 يونيو، لا هو كان منور غصب عنك ب25 يناير، هو كان منور بالدم اللي سال فيه في 25 يناير، كان منور بدم مصطفى الصاوي وسالي زهران وكريم بنونة، ده غصب عنك يا أستاذ أحمد، كونك كنت تبع مبارك وبعدين تبع المجلس العسكري وبعدين تبع السيسي، دي حاجة ما تغيرش الواقع، دي حاجة ما تغيرش واقع ان 25 يناير هي اللي نورت ميدان التحرير. يعني انت واللي مشغلك واللي مشغل اللي مشغلك واللي واقف وراهم واللي بيدعمهم واللي مطلعينك على الشاشة دول على جنب، كوم على جنب، كنتوا قاعدين في بيوتكم بتتفرجوا علينا واحنا في التحرير بننور ميدان التحرير، بننور مصر كلها في 25 يناير، فده غصب عنك.
المسخره اللي حصلت في 30/6 والناس اللي شالوا الضباط على كتافهم دي ظلمت الميدان. مش عايز اقول كلمه تانية ما يصحش اقولها على الهوا، لكن انت عارفها، دي عملت حاجه تانية في الميدان على وزن ظلمت، مش هقدر اقولها. فدي الصوره اللي شالوا الضباط على كتافهم في 30/6 ودخلوا التحرير، هم ما نوروهوش ولا حاجه. اللي نور ميدان التحرير، وعشان كده التحرير ما ينفعش يطفي، هو 25 يناير، هي ثورة المصريين ضد مبارك وضد أمثالك يا أستاذ أحمد. دي بس الحقيقة اللي لو بيتفرج عليا دلوقتي حد من الجيل الجديد كان صغير ما تصدقش هذا الشيء. 30/6 كانوا شايلين الضباط على كتافهم والطيارات كانت بتعمل لهم قلوب فوق وحاجة آخر كوميديا. 25 يناير في شباب طاهر نزل دفع حياته تمن عشان البلد تعيش حلم اسمه حلم التغيير وحلم الديمقراطية وحلم العيش والحرية والكرامة الإنسانية. أنا آسف أني خرجت برا الموضوع، لكن ده في صلب الموضوع. يعني أي حاجة بتمس 25 يناير الحقيقة أنا بقول دايما بتمسني بشكل شخصي فلا يمكن تجاوزها. نبدأ بالاتصالات. أم محمد من مصر، نفان من أمريكا، أبو عمر من مصر، وأحمد من مصر أيضا. وأبدأ معاك يا أم محمد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور أسامة؟ الحمد لله، أهلا وسهلا يا دكتور أسامة. والله العظيم البلد كانت منورة من 25 يناير، والبلد منورة من قبل ما نشوف الخلق دي كلها يا دكتور أسامة. ده الظلام ما جنافي قال لما شفنا خلقة السيسي وعقبته، الظلام والجوع والأهانة والعطش والبيع والاقتصاب والاعتقال والمرض كله احنا شفناه من يوم ما شفنا خلقة السيسي. خلقة السيسي وعصابته ديت واللي زي احمد موسى والديه وزي القرف ده كله. مصر كانت طول عمرها منوره باللي زيكم. وانا عندي 76 سنه يا دكتور اسامه، 76 سنه عشت على ايام مبارك والسادات والتاني دوت وعبد الناصر كنت موجوده فيه وكل حاجه. مصر طول عمرها منوره، احنا ما شفناش الدهر ولا شفنا السواد ولا شفنا الفقر ولا الجوع ولا العطش ولا الاهانه ولا البيع وميه النيل وترمم صنافير والاعتقال والكل والاقتصاد بتاع البنات واعتقال الحريم الفضلاء الحلوين الدكاتره المهندسين. قال لما شفنا حلقه في المجرم وقفته. انا بشكرك جدا يا محمد، بشكرك جدا والله على انفعالك، وبشكرك جدا على مداخلتك وعلى حرقتك وعلى كلامك. هيطلع حد دلوقتي يقول لي اصل ام محمد اخوان يا عم بقى، يا جماعه عيب بقى، يا جماعه ما يصحش بقى، شغلوا دماغكم شويه. ست بتكلمك اهو على 35,000 سبب ليه مصر ظلمت في عهد هذا النظام. طيب معانا نفان من امريكا، اهلا وسهلا. مساء النور يا فندم. هو طبعا الحكومة دي بترشد الكهرباء من زمان، من أيام بيع المية لأثيوبيا فرشدت المية، فكانت بتعتمد على السد العالي، ودلوقتي مفيش كهرباء في السد العالي، راحت لجأت لللمبة الموفرة، ودي كانت أكبر خطة بالنسبة لهم إن هو توفير الكهرباء عن طريق اللمبة الموفرة. طبعا اللمبة الموفرة كانت نكتة، كانت نكتة كبيرة. بعد كده سابوا الموضوع اللمبة الموفرة، قال لك لا نطفي النور يمكن يوفر أكتر. وطبعا المحطات اللي هي بتشتغل بالغاز مش مكفية، لأن هم عندهم بيصدروا بره، لأن دي هتجيب لهم عملة بتعوض النقص من الفلوس، لكن ده كانت نقطه برضه، لانها ما زالت ان هي مش هتكفي ولا تغطي النفقات اللي هم بيصرفوها في نفس الوقت الديون اللي عليهم. شكرا جزيلا ليك نفان من امريكا. اقرا بعض الرسائل. ربنا مسيك بالخير انت واستاذ يسري فوده، برنامج حضرتك بيفكرنا بيه، اشكرك او اشكر حضرتك. رسالة أخرى بتقول أود المشاركة، حاول حضرتك تتصل وإن شاء الله تكون موجود معانا. مصر مظلمة من الفساد والظلم، مصر مظلمة من حاكم فاسد همه الأول خراب البلد وبيع الوطن. رسالة أخرى تقول مصر مظلمة من الظلم والقهر من السجون اللي بقت موجودة في كل مكان، هو منور بزيادة مش أكتر. أقسم بالله لما بقيت بسمع أغنية وطنية بقيت ببكي، موتوا جوايا معنى الوطن. مساء الخير يا أستاذ أسامة. مصر مظلمة عشان يوفر الغاز والكهرباء يصدرها لدول أوروبا الغنية بسعر أرخص من اللي بيبيعه للمواطن المصري، حسبي الله ونعم الوكيل. رسالة أخرى، الموضوع مش ترشيد، ده قوت الغلابة بيصدره، منسوب المياه مش بيشغل الكهرباء، ده مع حملة اعتقالات وضرب غزة عشان
حقيقة صفقة القرن. طيب نرجع مرة ثانية لأبو عمر من مصر، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور، مساء الخير الأول. مساء النور يا فندم. هو هيطفي البلد ويظلم البلد، هيوفر كام؟ ايه المبلغ اللي هيوفره؟ هيوفر ثمن طيارة من اللي اشتراها، هيوفر ثمن الساعة اللي في ايده، طقم الألماظ اللي في ايد مراته، هيوفر يا دكتور. يا دكتور ده انسان غبي وانسان جاهل وضحي للفكر، اخره اللي وصل له، لكن هيظلم البلد ليه؟ طب يعمل زي الرئيسة الإفريقية اللي بعت الطيارة الرئاسية عشان تصرفها على شعبها، أو يعمل زي رواندا أو بروندي وينهض بالاقتصاد، لكن ده عقل قذر، عقل عسكري غبي ما بيفهمش حاجة، ما يفهمش إلا الصفا وانتباه وإزاي يفك البندقية وإزاي يركبها. لكن ما عندوش تبكي. أبو عمر بشكرك جدا وبتحفظ طبعا على الإساءات اللي وردت في مداخلتك، على الرغم من أن هي يعني تجاه هذا الشخص، لكن إحنا اتفقنا من الأول مش عايزين شتايم في المداخلات. رسالة بتقول لي مصر مش مظلمة ولا حاجة، كل الحكاية أن الدولة بتتبع سياسة الترشيد في ظل الأزمة الحالية، الهدف من ذلك الحفاظ على الفائض الموجود من الكهرباء بهدف تصديره وأيضا توفير الغاز لأنه ارتفع من 3 دولار إلى 30 دولار. الدولة شايفة أن الغاز حاليا هو المنفذ الحيوي لجلب الدولار، الحكومة تقصد ترشيد استهلاك الكهرباء في مصالحها فقط. لا الحقيقة أستاذ، الحكومة طلبت من المواطنين ترشيد استخدام الكهرباء أيضا، وده هينعكس على الناس في الفواتير وهينعكس عليهم في حاجات كثيرة جدا هنشوفها الفترة الجاية. أحمد من مصر، أهلا وسهلا أحمد. السلام عليكم يا دكتور. عليك السلام، أهلا وسهلا. حضرتك منور وسط الظلمة اللي احنا فيها يا دكتور. ربنا خليك، تسلم يا أحمد. الله يخليك يا دكتور. هو السيسي من حوالي شهر ونص كده كان بيقول ان مصر ما فيها ثروات، فيها شويه حجر رخام شويه حجر جيري بس. منين ظهر الغاز دلوقتي يا دكتور؟ ولا لما احتاجه اتكشف؟ ثم ان الترشيد ما هو ممكن يرشد البذخ اللي هو عايش فيه والقصور واللي هو عامله، ويرشد البعثات الدبلوماسيه اللي مصر تقريبا يمكن ثاني دوله في العالم بعد امريكا في البعثات الدبلوماسيه تمثيلها. ما يرشد في الحاجات دي ولا جاي عند المواطن الغلبان ويعني ويحك فيه. يعني احنا اصبحنا اضحوكه على مقوله الشيخ حازم ابو اسماعيل ده، اصبحنا اضحوكه للعالم. طيب شكرا جزيلا لك احمد من مصر. ابو احمد من مصر، اهلا وسهلا. طيب هدى من مصر، اهلا بيكي. الو السلام عليكم دكتور اسامه. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ وبشكر الفريق اللي مع حضرتك طبعا لذوقهم وكده، بس السؤال غريب شوية، يعني ليه مصر مظلمة ليه؟ يعني ده احنا بقالنا داخلين على السنة التاسعة مظلمة بوش الغراب وش البومة اللي جه في يا دكتور أسامة استبداد وقهر وظلم ومعتقلين في رابعة العدوية، في النهضة، في حرس الجمهوري، في جامع الفتح، كل دول ما خدناش حقوقهم. احنا قاعدين بنعمل ايه؟ في الغلاء، في صحة منهارة، في اقتصاد منهار، في تعليم منهار. وطبعا حضرتك احنا بنعرف حتى منكم الخفايا، يعني ما بنبقاش عارفين الا منكم يعني، وبتجيبوا لنا الحاجة يعني اللي الناس بتقولها. احنا عايشين الحاجات دي، بس هي مصر منورة بالزيكم وبشعبها الكريم، وإن شاء الله هتنور أكثر وأكثر. النور يا دكتور أسامة مش نور كهرباء، لأ ده نور قلوب وإيمان. وحتى اللي بيقول والله دول أخوان، يا ريت وإحنا نطول نبقى أخوان، يا ريت نبقى أخوان، إحنا مش عارفين نبقى أخوان والله العظيم. ده إحنا يعني مش عايزة أقول لحضرتك البلد يعني هو ضيعها، بس إن شاء الله إحنا برضو مش هنسيبه وربنا هينصرنا، لأن جزيلا. ربنا ما يرضاش. بشكرك جدا أستاذة هدى من مصر. معنا زينب من المغرب، أهلا وسهلا.
اهلا وسهلا دكتور اسامه. اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله. انا مش سلم لي من فضلك سلم لي على الاستاذ محمد ناصر. انا مغربيه وهو بتكلم بالمصري عشان مصر هتفضل طول عمرها منوره بخمسه وثوره 25 يناير. مصر منوره بيكو، مصر منوره 100 سنه سينما واكثر، مصر منوره بامير الشعراء وعباس محمود العقاد، مصر منوره بدم الشهداء اللي سد في ربعه وهتفضل طول عمرها كده. هو السؤال اللي نفسنا نساله، هم المصريين ساكتين ليه؟ المصريين ساكتين لي على الظلم ده. انا مغربيه ودي اهو بتكلم مصر عشان بحب مصر. كان امنيه حياتي اني ازور مصر وحزور مصر، بس بعد ما يروح السيسي عدو الله. مصر من ورا بيكو، واحنا تعلمنا حاجات كتير قوي منكو. انا صححت معلوماتي عن جمال عبد الناصر وعن حاجات كتيره من محمد، من الاستاذ محمد ناصر. مصر هتفضل طول عمرها منوره وكبيره، مهما حاول يصغرها السيسي هتفضل طول عمرها كبيره. احنا في 25 يناير رفعنا رسمه ديكو، هنفضل طول عمرنا رافعين رسمه ديكو، ومصر هتفضل طول عمرها مناره الامه العربيه زي سوريا وزي العراق. شكرك جدا زينب من المغرب، تحية ليكي والأهل المغرب جميعا. والله بسعد جدا لما بيبقى فيه متصلين من دول عربية موجودين معانا. رسالة بتقول لي أم محمد بكلامها ده كلكم بترددوا نفس الاسطوانة سكريبت بتوزع عليكم. النمرة غلط يا أستاذ، الكلام ده هناك عند أحمد شعبان، هناك جهاز السامسونج مع مدينة الإنتاج الإعلامي. لو أنت يعني مش عارف الطريق ممكن تركب من أكتوبر وتروح هناك عند مدينة الإنتاج، بتنزل وبتدخل من بوابة مش عارف كام، وبتلاقي هناك حاجة اسمها قهوة اسمها السكرية، قاعد عليها الضابط بتاع أحمد شعبان مع البروديوسرز المعدين، بيبليهم الموضوع، بيبعت في الآخر التعليمات على جهاز السامسونج وبيطلعوا يقولوه. فالسكريبت الواحد هناك في مدينة الإنتاج مش عندنا هنا. أبو هاشم من مصر، أهلا بيك. السلام عليكم. عليك السلام. أنا وفدي وكنت مرشح في مجلس الشعب في الدرب الأحمر عشان خاطر بس الناس تعرف مين أنا. أبو هاشم مرشح الوفد في الدرب الأحمر عام 2000، ومرشح حزب الغد في الوفد برضو عام 2000 في الدرب الأحمر عام 2000. يعني مليش إخواني، وللأسف الشديد مش إخواني لكني وفدي. لكن المشكلة مش في ظلام الإضاءة. يعني أنا مش عايز مصطفى مدبولي واللي زيه يحطوا حتة الإضاءة إن هم بيوصلوا فيظلمونا شارع أو تلعى القطر الإعلام يتكلم عنهم. لا يا فندم، إحنا بنعيش في ظلام من سنة 54 من أول انقلاب تم على اللواء محمد نجيب أول رئيس جمهورية. إحنا بنعيش في ظلام التنازل عن حدودنا، عن تيران وصرافير، وعن المهلة الإقليمية اللي راح فيها الغاز بتاعنا راح لإسرائيل. إحنا بنعيش في ظلام التنازل عن النيل يا فندم. إحنا بنعيش في ظلام إن الدولة أصبحت النهاردة 89% من اقتصادها في يد القوات المسلحة اللي ما بتدفعش ضرائب ولا تأمينات ولا جمارك ولا أي حاجة خالص. عشان كده بقينا مدينين للدنيا كلها، حتى لقرى الدنيا بقينا مدينين فيها. وبقينا النهاردة عمال قاعدين في سويسرا بنعمل تبادل ديون بين مصر والصين علشان خاطر نديهم أصولنا، ومقابل 8 مليار ناخد منهم 10 مليار عشان نسدد ديون قديمة. احنا النهاردة بنقترض عشان نسدد ديون، مش بنقترض عشان ناكل. احنا في ظلام اسعار يا فندم، اقسم لك بالله احنا بناكل اللحمه اللي من العيد للعيد والله. وانا بقول لحضرتك، وانا خدت انتخابات، كنت عضو مجلس الشعب السابق، ما سقطوني لكني بعتبر نفسي عضو مجلس الشعب السابق. من السنه للسنه يا فندم بناكل لحمه. اي ظلام بيتكلم عنه مصطفى مدبولي عشان يظلم التحرير خاطر يشد انتباه العالم بالتحرير؟ لا يا فندم، مش ده الظلام يا فندم. الظلام في قلوب الظلام في شوائهم يا فندم المفروض. الظلام في البنوك اللي بقت النهارده. بشكرك جدا استاذ ابو هاشم من مصر، شكرا جزيلا، مداخله قيمه. نور الدين من اليونان، اهلا وسهلا. دكتور عامل ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا وسهلا. منور الشاشه يا دكتور. ربنا يخليك. تحياتي لكل قناه متابعين. شكرا. السيسي عايز يظلمها علينا كلنا. هل القصور بتاعته هتظلم؟ هل القصور بتاعت عمرو اديب واحمد موسى وكل الاحتفال دي كلها هتظلم؟ هل المدينه بتاعتهم دي هتظلم اللي عاملينها؟ هل الكباري اللي هم عاملينها اطول كباري والحاجات دي كلها هتظلم؟ هم بيظلموها على الغلابه بس، اللي مش قادرين ياكلوا، اللي مش قادرين يجيبوا رغيف العيد. هنا بقى لنا 26 سنه هنا في اليونان، الكهرباء ما قطعتش عليا 5-6 مرات. وقبل ما بيقطعوها بيبعتوا لي جواب قبلها بيومين ثلاثه هنقطعها من الساعه كذا للساعه كذا. والوقت اللي بيقولوا بالظبط بيقطعوه، والوقت اللي بيرجعوه كهرباء بيرجعوه. 26 سنه قضيت 5-6 مرات كهرباء هنا. مصر حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يا رب. ربنا يسير منهم جميعا.
بشكرك نور الدين من اليونان، شكرا جزيلا. أبو سليمان من مصر، أهلا وسهلا. مرحبا بالرجل الخلوق الدكتور أسامة. شكرك، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يرضى عليك، كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. حضرتك السؤال طيب، ودائما أنت موفق بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، ولكن السؤال هذا يعني لا يقال يعني للي كان سبب فيما نحن فيه، ولكن السؤال لكل الناس، مصر مظلمة ليه؟ يعني أما أنا لنا أن احنا يعني نتذكر ننتبه من أشياء كثيرة جدا، ما من شواهد يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت إلا تشهد للرجل ده وأعوانه أنهم رجل يعني أهل سوء. دول يا دكتور أسامة بيقولوا على الليل نهار والنهار ليل، العيب فينا نحن. إحنا نتحرك ننتفض، يعني أقل شيء يعني نجتهد في الدعاء ونجتهد بالكلمة ونقول اللي يرضى ربنا، وليه كلمة الله يرضى عليك لكل من يتعاون على الاسم والعنوان، وخاصة مع هذا الرجل. والله والله إن لم يتب إلى الله سيقتص الله سبحانه وتعالى ولو بكلمة. طيب. الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغة اللي هي في السافة هذه، ليه ربنا أمر بقتلها؟ والذي يقتلها من ضربة واحدة يأخذ 100 حسنة. ليه؟ شرح الحديث بسبب أنها كانت تنفخ النار على سيدنا إبراهيم عليه السلام، تنفخ النار. أمال اللي هم بيقول الكلمة وعارفين أن ده باطل، والرجل اللي كان في قوم لوط لما طيب. ربنا وربنا عليم بما فيها أمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يذهب إليها، وأنت تعلم ذلك جزاك الله خير، ولما ذهب وجد رجل صالح. العقل يقول أن هذا ينعم ويعني يحمل حتى يعني قبل أن يقضي الله سبحانه وتعالى أمره، ولكن عاد إلى الله عشان تكون تذكرة لنا نحن. قال طيب. يا رب إن بها رجل صالح. قال يا جبريل فبه فابدأ مشكورك جدا. ولما مشكورك جدا أبو سليمان، شكرا جزيلا. وبس عشان أوضح لأبو سليمان، عايزه بيتكلم أن الناس لازم تتحرك، أن الناس لازم يعني تقول لأ على اللي بيحصل، وأنه الساكت عن الحق شيطان أخرس. لكن القصة المثال اللي ضربه في فكرة اقتلوا كذا، فكرة القتل أو الكلام ده عشان كانت بتعمل كذا، أعتقد أن دي مش يعني أي دعوة للقتل أكيد مرفوضة. فبس عشان ما حدش يفهم أنه هو بيقول للناس انزلوا واقتلوا ده مش عارف، لا يعني هو بيضرب المثل عشان الفكرة بتاعت الناس لازم تتحرك، الناس لازم ترفض اللي بيحصل أو ترفض الظلم الموجود. طيب معنا علاء من ألمانيا ويوسف أيضا من ألمانيا، أهلا بك علاء. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. أنا بس عايز أسأل دكتور، هي لي برلين ظلمت، هل برلين يحكمها السيسي؟ طب ليه مدريد ظلمت في أسبانيا؟ هل في هناك رئيس اسمه سيادة رئيس السيسي؟ هم ظلموا. لكن يا دكتور هو في مشكلة عالمية في الطاقة كلها. لا استنى بس، استنى هي برلين ومدريد ظلموا امتى؟ انا مش ما عنديش خبر. لا والله العظيم واقسم بعهد الله، اسأل جوجل في ثانية واحدة هتعرف ان برلين ظلمت بعد. طب اسمع بس يا دكتور اديني فرصة عشان يا عم ما اتكلمتش، انا سألتك يا برلين ظلمت امتى؟ بقول لحضرتك برلين مظلمة بقالها أسبوع، وشوف قوس النصر في برلين دلوقتي على جوجل، اسأل الناس اللي بيشتغلوا معاك يا دكتور في الإعداد وهم يقولوا. طب استنى أنا معايا يوسف من ألمانيا، خلينا نسأله. يا يوسف. أيوة يا دكتور أسامة. أنا برلين مظلمة، طمني طمني عليك. أنا عايش في برلين بقالي 47 سنة، وبرلين لم تظلم في حياتها شيء، برلين منوره وزي الفل، كهرباء لم تقطع في برلين. هم طلبوا من الناس اللي هم ما يعلوش اسمه التكييف يخلوه واطي فقط لا غير، ما يعلوش فقط لا غير، لكن الشوارع منوره وزي الفل والكهرباء شغاله وزي الفل. يعني انت عندك كهرباء دلوقتي يا يوسف؟ طبعا، والشوارع منوره. طب استنى بقى خليك معايا، استنى بتكلم من ايه وشايفك في التلفزيون. طيب استنى علاء، انت ليه بتضللني علاء؟ دكتور ليه علاء كده بس؟ انا هقول للاخ يعني علاء، استنى بس علاء، استنى علاء والله، يعني انت انا عملت لك ايه طيب عشان تقلقني على برلين؟ انا ليه اصحاب كتير في برلين والله، كنت هقطع الهواء واطلع اتصل بيهم. ليه بتقول لي ان مفيش كهرباء في برلين دلوقتي؟ اه يوسف هو بيقول لك منور. انا قلت لحضرتك برلين ضلمت، انا ما قلت بتسمعني بس، انت ليه يا دكتور عايز قفلت عليا مره وعايز تقفل عليا دلوقتي؟ فين بس فين ده قفلت عليك فين؟ لا والله اتفضل.
الرئيس الالماني طلع في القصر بتاعه مستشار ولع شمعه دليل رفضيه على توفير الكهرباء. قوس النصر في برلين بقول للاخ العزيز عشان خاطر ربنا احنا يعني الهدف كلها المصلحه. مش معنى ان انا بحب الرئيس السيسي ان انا يعني بقول بدافع عنه على طول. التوفير في الطاقه دكتور ده تفكير متحضر مطلوب من كل مواطن الماني ان هو يوفر في الطاقه 25%. وصل الاخ بتاع برلين بحييه وبقول له مساء الفل اخويا. يا يوسف برلين اولا انه الحياه طبيعيه جدا جدا والمواصلات والكهرباء وكل شيء شغال والناس بتنزل وبتروح وهم طلبوا بس تخفيض أجهزة التكييف فقط لا غير لكن الحياة ماشية والسيد علاء ثابت هذا معروف في برلين إنه من مؤيدين المجرم عبد الفتاح. مش مشكلة إن هو بيأيد يا يوسف استنى بس استنى علاء استنى علاء بس استنى استنى يا جماعة الخير بس مش عايز خناق لو سمحتوا. أنا مبسوط إن أنتوا الاثنين موجودين ومن ألمانيا وبتتكلموا عن الموضوع. هو الأستاذ علاء ثابت أو علاء غير ثابت يعني حد شخص تاني بيأيد السيسي أو لا مش مشكلة خالص. يعني أنا قلت إن البرنامج ده في مكان لأي حد لأي رأي فخلونا نكمل النقاش لو سمحتوا. خلونا نسيب برلين ونسيب ألمانيا ونرجع مصر كده مع علاء ويوسف وهيدخل معنا متصلين من مصر كمان. علاء إيه رأيك في اللي الحكومة بتقوله عايزة تضلم الدنيا على الناس عشان توفر غاز تصدره برا. ايه رأيك في القرار ده؟ قرار حكيم جدا جدا. قرار في حكمة وفي رؤية وفي صواب لان ده حل يا دكتور. احنا المفروض مصريين يا دكتور نبقى يعني نبقى 100 مليون مواطن بجد. لو بقينا 100 مليون مواطن بجد كل مشاكلنا هتتحل. سيادة الرئيس أو الدولة المصرية والحكومة المصرية ماشية في خطة التطوير وعايزة توفر كل شوية غاز تبيعه لأن احنا عندنا مشكلة. ما هي المشكلة مش عند الحكومة دي عند كل مواطن مصري يا دكتور. علاء ممكن أسألك كذا سؤال ونتكلم مع بعض بالراحة عشان زي ما قلت أدخل متصلين تانيين معانا. طيب حاضر يا دكتور. هل الحكومة في ألمانيا المستشار الألماني عنده قصور رئاسية؟ هل الحكومة المصرية طفت النور في العالمين في المصايف بتاعه الوزراء وبتاعه كبار المسؤولين في البلد؟ هل الحكومه المصريه اللي عايزه توفر راحت رجعت النجفه اكبر نجفه اللي ب 97 مليون في اكبر مسجد في العاصمه الاداريه الجديده؟ مش الحكومه اللي عايزه توفر بتوفر في الحاجات الاساسيه ولا هي بتوفر على الناس بس؟ لا بنطلب ماشي الكلام ده معقول جدا لكن احنا بنطلب من الحكومه وبنستنى عليها ونصبر كده شويه وهي هتعمل كده فعلا يا دكتور. يعني هي المفروض زي ما انت هتعمل ايه على هترجع النجفه بتاعه الجامع ممكن ليه لا ممكن جدا ليه لا هو ليه مشكلة. مش ليه لا ايه الشواهد اللي بتقول لك كده يعني الشواهد ان هو لو مش معقول اللي بينوروا الجامع يعني يا فندم النجفه 24 ساعه ما هم بيطفوها بناقص من النجفة مش مشكلة. ايه المشكلة بتاعت النجفة يعني عشان حضرتك اسم الجامع ده بتاع بنات سيادة الرئيس يعني هو ده المثال الوحيد اللي حضرتك جبتولي. بص على انا مشكلتي مش مع الجامع ولا مع اسم الجامع ولا مع سيادة الرئيس ولا مع اي حاجة. انا مشكلتي الحقيقية والله مع الناس الغلابة اللي في مصر. الناس اللي الحكومة بتيجي عليهم وفي نفس الوقت بتروح تصيف في العالمين على حسابهم. الحكومه اللي بتطلع تعمل لقطه وتقول طفينا الكهرباء وفي نفس الوقت رايحه تشتري نجفه ب 90 مليون جنيه. دي مشكله حقيقيه علاء سواء انت مؤيد للراجل او معارض ما ينفعش نعدي حاجه زي كده صح ولا لا؟ هو مش هو سياده الرئيس معلش يا دكتور ما احنا بنتكلم بقى والادب زينت الرجال. يعني انت شايف ايه؟ شايف الحكومه عادي تعمل الموضوع النجفه اللي في الجامع ده ومصيه في العالمين وبعدين تقول للناس وفروا كهرباء؟ ده طبيعي بيحصل عندك في ألمانيا؟ ما هي الحكومة بتعمل كده في خطة تطوير اقتصادية وتطوير عمرانية شاملة جدا يعني دكتور. ايه رأيك يا يوسف؟ طيب استنى على ايه رأيك يا يوسف في النقطة دي؟ هل الحكومة بتعمل خطة تطوير وهترجع النجفة اللي ب 90 مليون وهتوفر كهرباء في مصيف العالمين بتاع الوزراء؟
لا ده شيء يضحك يعني يا دكتور. يعني أنا عايز أقول نقطة بسيطة، يعني هنا في ألمانيا، ألمانيا ما عندهاش غاز، ألمانيا بتستورد الغاز من روسيا، ودلوقتي مصر حددت لها. المستشار الألماني النهاردة طلع في أول حديث له بعد الأجازة الصيفية، وقال لك كل أسرة متضررة عندها دخل بسيط أو دخل متوسط سوف نساعدهم مساعدة تامة في الكهرباء وفي الغاز وفي كل شيء، حتى الأكل غلي حوالي 7-10%، قال لك هنرجع هنعوضهم بهذا الأمر. السيسي بقى بيعمل إيه؟ هل السيسي عوض الشعب؟ السيسي بياخد من الشعب، بيذبح الشعب عشان الوزراء بتاعته والمحاسيب بتاعه. طيب، يروحوا صيفوا. عايز أشكر يوسف من ألمانيا وعلاء من ألمانيا، أشكركم على وجودكم وعلى النقاش اللي الحمد لله في الآخر أصبح نقاش هادي. زي ما قلت أنا ما عنديش مشكلة أن أي حد يتصل، ما عنديش مشكلة أن أي حد يقول رأي مخالف، لكن بنناقش بعقل، بنناقش بمنطق، بنتكلم بالأرقام، بنتكلم في الحكومة عملت إيه المفروض يحصل، من غير شتيمة، من غير زعيق، ومن غير تخوين. أبو أحمد من مصر وأبو إسلام أيضا من مصر، نبدأ معاك أبو أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا دكتور إسلام. تفضل. تحياتي لحضرتك والفريق عمل قناة مكملين. تحية ليك. الأسباب والعطها النور هي فشل الدولة وفشل الحكومات. أنا كدولة وكحكومات المفروض يبقى عندي خطط بديلة. لو عايز أصدر الغاز عشان أجيب عملة صعبة يبقى لازم عندي خطط بديلة تاني. أعمل توليد الطاقة بالطاقة الشمسية، أعمل توليد للكهرباء بالطاقة الشمسية. طبعا السد العالي خارج نطاق الخدمة من 2016 أو من 2015 على حد علمي، مش متذكر بالضبط. فإحنا ما بقاش عندنا سد عالي، اللي إحنا قعدنا نغني له قلنا هنبني، وده إحنا بنينا السد العالي، ما بقاش فيه سد عالي. فعشان أنت تصدر الغاز وتجيب عملة صعبة، أنا كمواطن مش مستفيد بالعملة الصعبة اللي أنت بتدخلها للبلد، لأن ما بتقعدش عليا لا في صحة ولا في تطوير تعليم ولا في طرق ولا في مواصلات ولا بشوف منها حاجة، فده مش هتشغلني. فشل الحكومات هو اللي دخلنا في حيطة. والنقطة الثانية اللي اتكلم فيها أحمد موسى اللي بيقول لك مش لازم أضلم ميدان التحرير عشان ده ميدان الثورة بتاع 30 يونيو. لا، هي انقلاب 30 يونيو دي حاجة، تاني حاجة هو مش عايز يضلم الميدان عشان ما يبصش يلاقي فجأة كده نور الميدان بكل الصور اللي دخلوا الميدان على غفلة، وهو مش عايز يضلمه عشان يبقى شايف اللي داخل فين واللي طالع مين واللي رايح فين واللي جاي منين. لأن لو ظلمه هيبص لقى الميدان نور بالصوار. بشكرك جدا أستاذ أبو أحمد من مصر. الحقيقة الرسالة دي جات لي كذا مرة، إن هم لو طفوا ميدان التحرير الناس هتنزل، هيتفاجئوا إن الشعب كله في التحرير، فهتبقى مصيبة سودة على دماغهم، فقرروا إنه لأ يفتحوا نور ميدان التحرير تاني. الله يسامحك علاء من ألمانيا. رسالة حد بعد بيقول لي اتصلت بابني في ألمانيا دلوقتي، قال لي ما فيش شيء من الكلام ده، برلين مش مظلمة ولا حاجة. وطبعا ضحك لما سمعته حديث الأستاذ علاء في المداخلة. شفت بقى علاء انت عملت ايه؟ الناس دلوقتي كلها هتتصل باهاليها وتقول لهم انتوا في برلين كويسين ولا لا. يا دكتور انتوا بتتكلموا في ايه؟ البلد بتتباع بالحتة، ونيلها تباع وغيره وغيره، كهربة ايه بس؟ يا ريت كانت المشكلة في الكهرباء بس. طب نتكلم في ايه؟ ما احنا بنتكلم في كل حاجة حضرتك شايفه. يا ريت تقرأ رسالتي إذا كنت صادق. البداية سخيفة قوي بصراحة، ما هيش لطيفة. ممكن دلوقتي خلاص أبص على باقي الاتصالات وأكمل. يعني التدليس على الناس بعناوين وعبارات غير حقيقية، هذا هو دأبكم في تغيير الحقيقة. عندما تقوم الحكومة بالاقتصاد في استهلاك الكهرباء وتوفير الغاز الطبيعي من أجل توفير الدولارات لصالح الشعب، مصر لم ولن تظلم أبدا طالما يحكمها أبناء الوطن المخلصين وقادرة على التخلص من الخونة والعملاء. يا ليت يا دكتور وأنت تهاجم مصر دائما تتذكر أنت وأمثالك، أنت وأهلك وإخوانك، تعلمت في مدارس وجامعات مصر وما أنت فيه الآن بسبب التعليم المصري. الصحة التي تهاجمها والدك كان أحد المسؤولين فيها، فماذا قدم للمواطن؟ كفاكم هجوم غير مبرر. يا دكتور معروف أنك تنتمي للإخوان المسلمين، من الجهة المسؤولة عن إدارة مكملين؟ وكأني بنشأة الديه وعمر أديب اتضربوا في خلاط وطلعوا لنا كوكتيل الفواكه الكريه اللي أنا قريته ده. يا جماعة الخير الله يعني يخليكم، الواحد الحمد لله الناس بتقول له أنت بتطول بالك وراجل على خلق وهادي ولطيف، وبنحاول نشتغل صحافة ونستوعب الرأي والرأي الآخر. ما تستفزناش، يعني ما تستفزناش، يعني ما تخرجوش الواحد عن شعور، ما يصحش.
احنا على الهواء ولابس بدله وافندي وبتاع واخر كلام ومكملين يعني هذا القدر من الـ من الـ من الـ مش عارف يعني انت وامثالك والتعليم وابوك ايه دخل والدي والدي قاعد بيتفرج ومبسوط بابنه على الهواء انت مالك ومال ابويا يعني ما تخليك في حالك وفي اهلك وفي امك وفي ابوك وفي اخواتك وفي عيلتك مش فاهم يعني ايه علاقتك بابو المذيع يعني انت مالك مالك ومال اهلنا يعني مش فاهم والله حاجه غريبه جدا يعني النقطة الثانية أنت بتهاجم مصر ومش هتعلمت وتخرجت ما قلنا التعليم المجاني كان من أيام الملك يا جماعة ما تفكوها بقى البانة يعني مسخة اتعلمتوها وحفظتوها العسكر يعني رضعها لكم كده في البيبرونة وانتوا صغيرين وكبرتوا عليها عيب يا جماعة شغالة وقولكوا شوية ما صحش يعني طيب نرجع تاني لأبو إسلام من مصر أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام يا ابو نور الدين هو انت ما يحللكش الكلام والفرفشه غير لما تيجي عند اخوك ابو اسلام ولا يهمك انا مبسوط ان انا شايفك بس الله يخليك يا ابو اسلام اول حاجه الله يكرمك يا دكتور يا دكتور اسامه واخد بالك انت عارف مصر مضلمه ليه لان مصر مكسوفه خجوله شويه عارف ليه يا سعاده الباشا ليه لانها اغتصبت وعشان هي حره مضلمه ومكسوفه تظهر للدنيا كلها واخد بالك عشان اغتصبت من المحتل ده اللي اغتصبها وجالها على ظهر دباب لكن انا بقول لك يا مصر ان شاء رب العالمين اولادك باذن الله بامر الله اولادك مش عايز اقول هياخدوا طارق عشان ما تتفهمش ان هي ايه ان احنا بنحرض وبنعمل والكلام لكن اولادك اللي كان عندهم 9 سنين و10 سنين في 2011 باقي عندهم 20 سنه و21 سنه دلوقتي بسم الله ما شاء الله واخد بالك وعارفين ان انت ايه اتجرس عليك او اتداس عليك فوالله يا مصر والله يا مصر ولادك هيرفعوا راسك تاني في السماء في السماء هيرفعوا راسك تاني اما احمد موسى بلدياتي اساله يا دكتور قول له انت لما رحت عزا ابوك لما رحت عزا ابوك في شطوره اساله لما عزا دكتور انا اسف جدا جدا في اللفظ الجزم اللي ضربت على احمد موسى عاد بتيجي 10 عربيات رميناها في الترع لما راح يعزف ابوه احمد موسى هم مفكرين ان ما حدش عارف حاجه لا احنا عارفين بس احنا ان شاء رب العالمين يا دكتور باذن الله هي هانت ومصر هترجع تاني بشكرك جدا ابو اسلام لا ما شاء الله مداخله قيمه والله بشكرك جدا عليها واعتقد السؤال وصل لاحمد موسى يعني معنا ابو علام من مصر اهلا وسهلا ابو علام مس السما اهلا وسهلا انا من معجبينك والله الله يخليك بص انا لا بعارض ولا بكره ولا بحب حد فيعني لا يا ريت توصل صوتي مش للحكومه ولا لاي حد لاحمد موسى مبدئيا يعني قولي ليه هو من شطوره عنده فيلا على البحر هو دفع زي ما الناس دفعت تصالح او اتهدمت مثلا مش هتكلم على انا ماليش في السياسه والكلام الفاضي ده احنا نعمل زي محمد بن سلمان نمسك احمد عز ونمسك الناس الحلوه ديت وعمر اديب وكل الناس الحلوه ديت الدولارات بتاعتكم فين حطينا في بنوك مصريه مصر محتاجان انا ماليش دعوه بالسياسه ولا بعارض حد انا بحب مصر وكنت عسكري في مصر وما زلت بحب بلدي بس احنا عاوزين الدولارات اللي مع الناس ديت عايزين نجيبها حطها ساند بلد هو عاوز يعمل زي محمد بن سلمان لا هعمل لكم قصر كبير وهسجنكم فيه بس هيكون 5 نجوم تعمل لي ايه عاوز الدولارات بتاعتكم سند ومصر احنا مش هناخدها منكم خليه فاهم قصدي هنخش البنيه التحتيه خليه بص على الصعيد في مستشفى مش هقول لك اسم المركز بتاعها يعني عشان ما تعرفش اقسم بالله ليها 10 سنوات ما فيها حمام طيب ابو علام انا يعني شاكر المداخله بتاعتك بس عايز اقول لك حاجه قبل ما تقفل لا هو مش لازم كل ما تقول رايك تقول انا ماليش في السياسه ومش مع حد وضد حد لا عادي تكون ليك في السياسه وعادي تبقى مع حد وضد حد انا فاهم طبعا ان في قبضه امنيه في مصر ولا قدر الله ممكن يعني يحصل اي حاجه لكن احنا بنتكلم هنا عشان كده عشان الناس ترجع تاني تتكلم من غير ما تخاف وتقول رأيها وتنتقد من غير ما حد يقول لها أنت إخوان ولا ليبرالي ولا كذا ولا كذا كل واحد يبقى حر في اعتقاده وفي انتمائه بشكرك جدا أبو علام من لا أنا عايز أتكلم معاك لسه طب اتفضل باختصار لأن في متصلين تانيين اتفضل براحتك خلاص ماشي شكرا جزيلا أبو علام أكيد في مساحة لحضرتك يعني والناس كلها في كل الحلقات الجاية محمد من مصر أهلا بك يا محمد أهلا
منور والله يا دكتور. الله خليك تفضل. دكتور انا برد بس على الاخ علاء اللي هو اتصل وقال لك في المانيا مظلمه وفي اسبانيا مظلمه. انا بس بساله سؤال بس بعد اذنك، هل المستشار الالماني ولا ملك اسبانيا ولا الناس الزعماء بتوع العالم دول عندهم طائرات رئاسيه زي الزعيم، ولا قاعدين في قصور زي قصور الزعيم، ولا بيلبسوا ساعات وبيركبوا عجل بالاف الدولارات زي الزعيم، ولا المدامات بتاعتهم عندهم اكسسوارات زي عند المدام بتاعت الزعيم بتاعنا؟ مفيش الكلام ده. الناس بتراعي شعوبها قبل منها، الناس دي هم هناك شغالين عند الشعب، احنا هنا الشعب شغال عند الحكومه، الشعب شغال عنده، احنا اللي نوفر واحنا اللي ندفع، هم اللي ياخدوا وياكلوا ويشربوا ويعيشوا بس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا لك، بشكرك جدا. عبد الله من مصر، اهلا بيك عبد الله. عبد الله اهلا وسهلا. طيب احمد من بريطانيا، اهلا وسهلا. ابو عبد الله معاك. ابو عبد الله، معذره، ابو عبد الله من مصر، اهلا وسهلا اتفضل. مساء الفل يا دكتور، ازيك؟ مساء النور، الحمد لله بخير. الله يكرمك. والله انا بالنسبه للوضع في مصر هنا فعلا، يعني السيسي ده لو خلى مصر دي جنة والله برضو ما احنا قابلينه. راجل ما يعني، هو خرب مصر، خربها ودمرها. فمش هنقول في حاجة إلا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. طيب شكرا جزيلا ليك يا أبو عبد الله من مصر. أحمد من بريطانيا، قبل ما تقول أي حاجة طمني، هل بيقطعوا الكهرباء عليكم زي برلين ومدريد زي ما علاء كان بيقول، ولا الوضع إيه؟ السلام عليكم يا أسامة الأول. يا راجل مش عارف اللي اسمهم علاء دول ولا اللي اسمهم فيهم علاء بيجيبوا كلام غريب. يعني الأخ اللي من ألمانيا ده احنا كلنا عايشين في أوروبا يا راجل، عيب الكلام اللي بتقوله ده، عيب ده. ألمانيا مظلمة إيه يا راجل؟ زي اللي برضو تقريبا اسمه علاء من مصر قال لك السيسي بنى 180 كلية. بناهم يا سيدي في 10 سنين، يعني 18 كلية في السنة، ده يعني كلية ونص في الشهر، ده انت لو هتبني عيشة فراخ هتاخد اكتر من كده. يا راجل ما تصورش انا اتبسط ليه لما اسمع الكلام بتاع اتباع والمستفيدين والمنتفعين من السيساوية دول والله. معرفش بيدافعوا عنه ازاي، دول اهلهم هم اللي عايشين في الضنك ده. ده احنا عندنا، ده هم هنا يحلموا انه نعيشوا عيشة توفر من ضوافرنا هنا. بعيد هم كل البعد عن الحلم ده. ما تقارنوش نفسكم بجماعه في اوروبا يا جماعه، انتوا ما انتوش عايشين. انتوا فاكرين اللي عملتوه في الدكتور مرسي لما كنت بيقول يطلع يقول بيقفل مفتاح النور ويروح؟ اهو بيتعمل فيكم كل اللي عملتوه في الدكتور مرسي بالحرف، ولسه والله الضلمه دي ده بيجس النبض بس، ده الخراب جاي ورا. اصبروا بقى لما ما تلاقوش لا غاز ولا كهرباء ولا ميه ولا حتى اللضى اللي من الزباله هتلاقوه. والله يا رب مش طيب. خسارة وربنا يكون في عونكم. انا بشكرك جدا يا احمد من بريطانيا، شكرا جزيلا. امين من امريكا وسامح من مصر، ارجوكوا كل واحد في نص دقيقه. امين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله والله. بس انا ليه بس يعني ملاحظه، الواحد كل ما يهاجم النظام او يهاجم المعاتيه دول يفكروا يهاجم مصر من غير شتيمه، ارجوك من غير شتيمه ارجوك تفضل. اوكي ليه يعني بيحطوا مصر في حجم الناس دي؟ انا بهاجم النظام، مش عاوز النظام، مش عاجبني. انا هنا في امريكا بنينا على سنسافيل جدود الرئيس، على الصحافه وعلى التلفزيون وعلى كله، وليك الحريه انك تقول كل حاجه. ليه في مصر بيخلوا مصر بيختزلوا مصر في حجمها في شخص الرئيس؟ والله ده موضوع اتصالات مهم امين، ان احنا ليه الناس اللي بتنتقد النظام بيعتبروها بينتقدوا مصر؟ دلوقتي في حاجه ثانيه، الشعب المصري مع احترامي ليه ورغم ان الاهلي كله هناك يستاهلوا اللي هم فيه ده، لان هم ما يستاهلوش الناس النضاب اللي كانوا ماسكينهم. طيب كل اللي هم فيه ده. شكرا جزيلا لك امين من امريكا. سامح، انا يعني حابب اسمع رايك باختصار شديد، اتفضل يا سامح. سامح، طيب على كل حال شكرا جزيلا. في رساله هنا مهم ان انا اقراها عشان اقول الرساله اللي بعدها قبل ما نقول اخر كلام. حد بعد بيقول لي ابو اميره
رغم اختلافي مع حضرتك سياسيا، لكن انت بتتعامل مع الاحداث بمهنية، بتشتغل اعلام زي ما الكتاب بيقول. كل التوفيق لحضرتك يا دكتور. الحقيقة انا كل رسالة شكر بتجيلي لازم انا يعني الواجب يقول ان انا اشكر زمايلي في فريق الاعداد، زمايلي هنا في الاستوديو في الكنترول، وزمايلي في فريق السوشيال ميديا، لان لو انت بيخرج لك من هنا اعلام مهني وشايف انه بيحترم الجميع فهو مش شغل اسامة لوحده، ده شغل كتيبة من الناس البشر المجتهدين المخلصين اللي عايزين يقدموا لحضرتك اعلام زي ما قلت في اول حلقة بيحترم نفسنا وبيحترم حضرتك وبيتقي الله عز وجل يعني في الكلمة اللي بتخرج. فهي فرصة والله ان انا اشكر كل زمايلي الحقيقة في الاعداد في الكنترول هنا في الاستوديو وايضا في السوشيال ميديا على مجهوداتهم يعني طول الفترة اللي فاتت. عايز اقول اخر كلام في حلقة الليلة، زي ما تعودنا مصر مضلمة من يوم ما الدم سال في رابعة العدوية والنهضة. مصر مضلمة برئيسها بعسكرها برجالته بوزرائه بمخابراته بشرطته بمجلسه العسكري بإعلامه المنافق بالمطبلين بتوعه. مصر مضلمة لأن الحقيقة أهلها وشعبها وناسها الطيبين البسطة الغلابة ما بقوش شايفين أي نور في بلد بيحكمها السيسي. تصبح على خير.